بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أحبتنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أساتذتنا الأفاضل والكرام، حضورنا الكريم في ندوتنا العلمية والتي تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وتحديات التعليم عن بعد، والتي تقيمها منصة أريد العلمية للناطقين باللغة العربية وبرعاية أكاديمية تطوير التعليم في أمريكا بنسلفانيا ووقف الذكاء الاصطناعي. في هذه الندوة سنكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز منظومة التعليم عن بعد، ونتطرق إلى التحديات التي قد تواجهنا في هذا المسار. نأمل أن تثري محاور النقاش والمداخلات التي ستطرح اليوم رؤيتنا وتوسع مداركنا نحو تعليم متقدم وفعال. نشكركم على حضوركم ومشاركتكم الفعالة مسبقا، ونتمنى لكم ندوة معرفية ممتعة ومفيدة. نبدأ ندوتنا على بركة الله بكلمة ترحيبية للمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد العلمية سعادة الدكتور سيف السويدي. تفضل دكتور، لكم الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في ندوة الذكاء الاصطناعي وتحديات التعلم عن بعد. حقيقة موضوع الذكاء الاصطناعي موضوع هام جدا، أحييكم على اختيار هذا العنوان وهذه الندوة التي ستكون برعاية أكاديمية تطوير التعليم في أمريكا في بنسلفانيا، وكذلك منصة أريد العلمية، وكذلك وقف الذكاء الاصطناعي. حقيقة كل الشكر والتقدير للدكتورة ندى مسوتي على فكرتها وتنظيمها ورعايتها لهذه الندوة العلمية، وعلى جهودهم حقيقة القيمة في الأكاديمية. بارك الله فيكم وكل فريق العمل الذي يعمل مع الدكتورة ندى. حقيقة المحاضرات التي تقدم بهذه الندوة محاضرات هامة جدا، محاضرات تعتبر يعني علمية وتوعوية وتنفع شريحة واسعة من الباحثين خصوصا في مجال التعليم. كما أرى أن في البرنامج يوجد هنالك محاضرة حول واقع التعلم الافتراضي، التحديات والفرص، ستقدمها الدكتورة ندى مسوتي مؤسسة أكاديمية تطوير التعليم في أمريكا. كذلك هنالك محاضرة بعنوان تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التقويم الإلكتروني لفضيلة الدكتور سعد مأمون أبو علوان من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية. أيضا هنالك محاضرة أخرى حقيقة أيضا قيمة وهامة جدا حول موضوع تطورات وتغيرات سلطة المعرفة للطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي، دكتورة فيرا أندرياني من قسم اللغة العربية في جامعة شيخنا محمد خليل الإسلامية في أندونيسيا. كذلك محاضرة حول تصميم المحتوى التعليمي في عصر الذكاء الاصطناعي من المهندسة فاطمة ملحم، وأيضا ختامها مسك بمحاضرة علمية حول المنصات الرقمية ودور منصة أريد حقيقة في تطوير مهارات الباحثين و الكوادر العلمية والأكاديمية، يقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور داود عبد القادر إليجا، يعني عضو الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد وعميد عمادة الدراسات العليا في جامعة المدينة العالمية في ماليزيا. فحقيقة كل الشكر والتقدير للمحاضرين والمشاركين في هذه الندوة العلمية الهامة، ونسأل الله أن تعم الفائدة منها وتستمر حقيقة مثل هذه المحاضرات العلمية. كل الشكر لفريق منصة أريد على تنظيمه لهذه المحاضرة، شكر لفريق المنصة، شكر للدكتورة هند حسين عبيد وكذلك الدكتورة مريم وبقية الفريق، شكر لوقف الذكاء الاصطناعي على رعايته، وأيضا شكر موصول لأكاديمية تطوير التعليم في أمريكا. وحقيقة المنصة تفتح أبوابها لاستقبال مثل هذا النوع من المحاضرات والتعاون العلمي الذي يخدم تطور المعرفة للناطقين باللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم سعادة الدكتور سيف. نعم أحبتنا الكرام، وأيضا كلمة ترحيبية لراعي هذه الندوة العلمية الدكتورة ندى مسوتي، رئيس مؤسسة أكاديمية التطوير التعليمي في أمريكا بنسلفانيا. تفضلي دكتورة، لكم الكلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأكارم، أساتيذنا الأفاضل، سلام الله يترى ما أقيمت، صلاة من عباد خاشعين، سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق ياسمينا. سلام الله نهديه إليكم مع الإشفاق ممزوجا حنينا. عبر منصة أكاديمية تطوير التعليم ومنصة أريد، نحييكم مرحبا بقدومكم وتشريفكم ندوتنا التي بعنوان الذكاء الاصطناعي وتحديات التعلم عن بعد، وكلنا امتنان وشكر لمن كان لنا عونا وسندا لمسيرتنا وتأييد هذه الندوة التي هي أصبحت من الضرورة بمكان ومسدا هاما لواقعنا الذي نعيشه من سرعة التطور. ونرفع أسمى آيات التقدير لجميع الحضور الكريم وزملائنا الأساتذة المحاضرين ولمنصة أريد والقائمين عليها، وخاصة الدكتور سيف السويدي والدكتورة مريم وأيضا الدكتورة هند حسين والدكتور عدنان قلعجي على تنسيقه المتميز. وأيضا نتوجه بالشكر لجميع المحاضرين معنا، الدكتور داوود عبد القادر والدكتورة هيرة والدكتور سعد والدكتورة المهندسة فاطمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الجمع جمعا كريما فيه النفع والفائدة. ونسأل الله أن تكون هذه الندوة ليست الندوة الأولى، وإنما إن شاء الله ستتكرر مرارا على مدار إن شاء الله هذه الأيام المقبلة. شكرا لكم، وإن شاء الله تعالى سنكون معكم في محاضرتنا لهذا اليوم. وإن سمحت لي المنصة بإذن الله نقدم أيضا تعريفا عن الأكاديمية. نعم دكتورة، شكرا، بارك الله فيكم. أكرمكم الله عز وجل. نعم أحبتنا الكرام، تبدأ الآن فعالياتنا أو ندوتنا العلمية، وبإذن الله نستهلها على بركة الله ونبدأ محاضراتنا إن شاء الله. ومحاضرتنا الأولى التي تتكلم عن واقع التعليم الافتراضي، التحديات والفرص، والتي تقدمها أيضا لنا سعادة الدكتورة ندى محمد فؤاد نسوتي، وإليكم أحبتنا السيرة العلمية المختصرة للدكتورة. فالدكتورة ندى محمد فؤاد نسوتي رئيس مؤسسة شركة تطوير التعليم الأكاديمي في أمريكا، رئيس الخريجين في جامعة الحكمة العالمية ببنسلفانيا، معدة لمناهج تعليمية في اللغة العربية، مؤلفة منهاج الجوهرة، ومؤلفة لعدة كتب في مجال التربية والتعليم. حاصلة على ماجستير في اللغة العربية من الأزهر، وماجستير من الجامعة الإسلامية بمينيسوتا، ودكتوراه من جامعة بروكسل الأوروبية، دكتوراه في أصول الدين وعلوم القرآن الكريم، مدربة عالمية من عدة دول وفي اليو إن، كاتبة وباحثة ومعدة لحقائب تدريبية عديدة، ومشرفة على تطوير وتدريب كوادر المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية ببنسلفانيا، وحاصلة أيضا على عدة شهادات من أمريكا بالتعليم النشط. نسأل الله أن يزيدكم علما وتواضعا دكتورة، ولكم الكلمة فتفضلي مأجورة مشكورة، ولكم الصلاحية، تفضل دكتورة. بارك الله فيكم وزادكم من فيض نور علمه. إن سمحتم لي بأن أقوم بتشهير السكرين عندي. تفضل يا دكتورة، لكم الصلاحية كاملة. جزاكم الله خيرا. نبدأ إن شاء الله تعالى بداية بوقفة تعريفية عن أكاديمية تطوير التعليم، ولن نطيل عليكم. أكاديمية تطوير التعليم تأسست في بنسلفانيا بفيلادلفيا في عام 2014، كان التأسيس. رؤيتنا
إن شاء الله أن يكون لنا التزام وإرادة وتصميم في بناء الأخلاق والقيم والإبداع. رسالتنا أن تكون إن شاء الله شركتنا فريدة من نوعها في العالمين العربي والغربي، لتبني المجتمع بكافة أفراده أخلاقيا وقيميا وعلميا وعمليا، ليغدو ناجحا متفوقا في ميدان الحياة. أهدافنا إعداد وتأسيس جيل قويم مبني على أسس صحيحة، بحيث يرتقي أعلى المراتب في الدارين أخلاقيا قيميا علميا، ووضع أولى لبنات هذا الأساس من خلال تزويده بمنهج خاص علمي وعملي. أيضا تدريب الجيل على هذا المنهج منذ البدء ومنذ نعومة أظفاره إلى أن يصبح قادرا على توجيه مساره نحو الطريق الصحيح، تزويده بمهارات عملية حياتية يصبح قادرا على وضع بصمته الصحيحة التي خلقه الله لأجلها وميزه عن باقي المخلوقات. أما عن امتيازات أكاديميتنا، شهادة علمية إلكترونية موثقة بختم الأكاديمية من أكاديمية تطوير التعليم في أمريكا، وأيضا بإمكان المنتسبين إلينا الحصول على شهادة إعدادية وثانوية شرعية من الأكاديمية تؤهلهم لدخول الجامعة الإسلامية في بروكسل، وأيضا بإمكانهم الدخول إلى جامعات أخرى ومنها جامعة الحكمة. دكتور ندى، عفوا للمقاطعة، بس الشرائح لا تتحرك. نعم، طيب، إذا هكذا ترونها بشكل نعم، جيد؟ بس مو على كبر الشاشة يعني. نعم، نعم، تفضل أوقفت دكتور. العرض ربما بسبب العرض لا يسير بشكل جيد. تفضل، الآن واضح. تمام، إن شاء الله تعالى. تتميز دوراتنا بأنها مجانية ومأجورة. طبعا لدينا السيرة النبوية، الفقه الشافعي، الحديث، ودورات أخرى، الجزرية، التفسير، التجويد والقرآن، دورات تأهيل معلمات، رياض الصالحين، وأيضا الجزرية للذكور، وأيضا من دوراتنا التي طبعا هي أساس هذا الصرح التلاوة وحفظ الأطفال للقرآن الكريم من عمر الرابعة حتى 16. ولدينا أيضا بعض الدورات المأجورة، دورات في اللغة العربية سر الضاد، والجوهرة في القاعدة النورانية، الجوهرة لتعليم الأطفال، ودورة استراتيجيات حفظ القرآن، جوهر البلاغة، والإنجليزي. ولدينا دورات في اللغة الفرنسية وتربية الأبناء، ودبلومات في التعلم الاحترافي للمعلم الرقمي، وأيضا أساسيات في علم الحاسوب، ودورات أخرى ومنها دورات الفوتوشوب. دورات أيضا في الألعاب التعليمية، الخط العربي، الرسم للأطفال، وأيضا افتتحنا منذ 3 أعوام الإعدادية الشرعية والثانوية الشرعية. والحمد لله رب العالمين، أيضا لدينا مجلة جوهرة التطوير التي يعني أقمناها منذ عدة سنوات، وهي الآن الحمد لله بدأت في أن تستقبل الأقلام الواعدة، حتى إن شاء الله يكون لها دورا في بناء الجيل على أسس قويمة، وتزويد أيضا المكتبة العربية. طبعا معلماتنا الحمد لله وصل العدد إلى أكثر من 120 يعني من المعلمات، ولدينا زهاء 65 عدد المشرفات، وغير ذلك أيضا من المنتسبين في أكاديميتنا ناهز الرقم على 55,000، وعدد الطلاب المنتسبين حاليا قرابة 5,000 طالب، وأما عدد الدورات 215 دورة مختلفة طبعا في عدة مجالات، ومنها أيضا المهارات اليدوية وغير ذلك. وتم بفضل الله عز وجل توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين شركة التطوير والجامعة الإسلامية في بروكسل، وتم تدشينها منذ عامين، وتوالت البشريات أيضا في ذلك.
طبعا فيها عدة تخصصات، منها علوم قرآنية، مناهج وطرق التدريس، الإدارة التربوية، أصول الدين، تخصص اللغة العربية، وتخصص التربية العامة. وتم بفضل الله تعالى أيضا افتتاح جامعة الحكمة العالمية في أمريكا، وكان لنا الشرف أن نكون مع ثلة من الدكاترة الذين اشتركوا في هذه الجامعة في عام 2000 وفي عام 2023. طبعا المراحل الدراسية في جامعة الحكمة، ندرس طبعا مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وأما الكليات التي افتتحت في هذا المجال، كلية الذكاء الاصطناعي، الطفولة المبكرة، الأعمال، كلية علم النفس والاجتماع، اللغات والترجمة، واللغة العربية. وأيضا كلية التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية، المحاسبة والإحصاء، الشريعة والقانون، أصول الدين، الإعلام والصحافة. وتم بفضل الله أيضا توقيع اتفاقية تعاون بيننا وبين منصة أريد في العام الماضي. والحمد لله هذه الندوة هي بذرة من بذور هذا التعاون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون تعاونا موفقا وأن يستمر إن شاء الله تعالى، وتتتالى البشريات أكثر وأكثر. ونبدأ الآن على بركة الله في محاضرتنا لهذا اليوم، ونبدأ بطبعا تمرين عملي. أريد منكم أن تنظروا إلى هذه اللوحة التي ترونها أمامكم. ما هو الرقم الذي نراه في اللوحة؟ إذا تكرمتم علينا المشاركة عبر الشات. طيب، تمام، ممتاز. من رأى هذا الرقم فهو مركز معنا في هذه الندوة إن شاء الله تعالى. الجواب طبعا الرقم الأول هو 1 5 2 8 3. طبعا لا يرى بعض الأرقام بسبب يعني هذه الموجات الموجودة، وهكذا يحدث معنا في كثير من الأمور. فنرجو الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء متميزا، فيه تركيز ونفع وفائدة. نتقدم إليكم إن شاء الله بهذه المقدمة في الحديث عن واقع التعلم الافتراضي فيما يتعلق بالتحديات والفرص في عالم التعليم الذي تتخطى فيه التقنية حدود الزمان والمكان. تتلاقى التحديات والفرص لتؤلف نهضة علمية جديدة، حيث تنسجم فيها أصوات الصعوبات ببستان خصب زاخر من الإمكانيات، وتلهم الفرص الإرادة وتشعل الشغف في سعيها لتخطي العقبات والتحديات التي تعيق طريق النجاح. في هذا السياق تنسجم التحديات والفرص في وحدة لا تتفرق، وتتلاقى فيها أصداء التحديات مع همسات الفرص لتخلق تجربة تعليمية فريدة من نوعها، تجمع بين الصعاب والإنجازات، وترسم صورة رائعة عن قوة الإرادة وعزيمة الإنسان في تحقيق النجاح المتميز. تتجلى قدرة الإنسان على التكيف والتطور وتحقيق الأهداف والطموحات في عالم يمتزج فيه اليقين بالإرادة والعزيمة بالتفاؤل والصمود بالإبداع. وحتى نوضح بعض التحديات والفرص في واقع التعليم الافتراضي، لابد أن نحرر المصطلح ونعرفه. لذلك سنقف على كلمة التحدي والفرص. تعريف التحدي: تحداه، واجهه، وتغلب عليه. والتحدي هو تعبير يقصد به إنذار شخص بفعل شيء مع التلميح إلى عدم قدرته عليه. وقولي أتحداك أن تسبقني، يعني قوله هذا يدعوه للسباق ويخطره في آن واحد بأنه لن يجرؤ على سبقه ولن يتمكن من ذلك. أما الفرص فهو جمع فرصة، وهو الاغتنام، والفرصة النوبة تكون بين القوم يتناوبونها على الماء، ونقول انتهز فلان الفرصة اغتنمها وفاز بها، والفرصة من الفرس سبقه وسجيته وقوته. وسنرى اليوم معنا التحديات. ورقتنا البحثية ستتحدث عن التحديات والفرص في واقع التعليم الافتراضي. فأما التحديات فهي
أولاً الوصول والتواصل. تحديات الوصول إلى التكنولوجيا وضمان التواصل الفعال بين المدرس والطلاب يحتاج منا إلى نظرة، وإن شاء الله سنشرح ذلك بعد قليل. جودة التعليم، وهي ضرورة تطوير محتوى تعليمي متميز يلبي احتياجات الطلاب ويحفز طبعا خيالهم على التعلم الفعال. التقييم، هو صعوبة تقييم أداء الطلاب عبر الإنترنت وضمان عدالة التقييم وموضوعيته. الانخراط والتحفيز، تحديات إشراك الطلاب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في العملية التعليمية عبر الإنترنت. ونبدأ بالتحدي الأول. تحدي الوصول والتواصل في واقع التعليم الافتراضي يشمل عدة جوانب. أولاً، الوصول إلى التكنولوجيا. طبعاً بعض الطلاب قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة بسبب عدم توافر الأجهزة اللازمة أو ضعف الإنترنت. أيضاً من الصعوبات التواصل الفعال، من الضروري توفير بيئة تعليمية تفاعلية وفعالة تشجع على التواصل بين المدرسين والطلاب وبين الطلاب أنفسهم، وهذا قد يكون تحدياً أحياناً نظراً للتباعد الجغرافي والاعتماد على التواصل الرقمي. ثالثاً، تقنية الاتصال والبنية التحتية. قد تواجه بعض المؤسسات التعليمية تحديات في توفير بنية تحتية قوية وموثوقة لدعم التعلم الافتراضي، مما قد يؤثر على جودة التجربة التعليمية للطلاب. أيضاً التفاوت الرقمي، هناك تفاوت كبير في مستويات التجربة والمهارات التكنولوجية بين الطلاب، مما قد يؤدي أيضاً إلى صعوبة في التكيف مع بيئات التعلم الافتراضي. طبعاً كيف نتجاوز هذا التحدي؟ بتوفير الوصول المناسب إلى التكنولوجيا، توفير التدريب والدعم للمدرسين والطلاب، تحسين جودة الاتصال والبنية التحتية الرقمية، وتطوير أساليب تدريس وتعليم يشجع على التفاعل والتواصل بشكل فعال عبر الإنترنت. وننتقل إلى التحدي الثاني. تحدي جودة التعلم في واقع التعلم الافتراضي يشمل أيضاً عدة أمور. جودة المحتوى التعليمي، نفتقر طبعاً إلى جودة هذا المحتوى. يجب أن يكون المحتوى التعليمي المقدم ذو جودة عالية ومتميزة متناسبة مع أهداف التعلم واحتياجات الطلاب، ويتطلب أيضاً ذلك تطوير لمواد تعليمية متنوعة ملائمة لطبيعة التعلم الافتراضي. ثانياً، تجربة التعلم الفعالة. أخواتي، من المهم أيضاً توفير بيئة متميزة تشجع على التفاعل والمشاركة وتساعد الطلاب على بناء المفاهيم وفهم المواد بشكل فعال، وهذا يتطلب أيضاً استخدام أساليب تدريس مبتكرة وفعالة. تقييم الأداء ومراقبة التقدم، أيضاً هذا من التحدي، يتطلب التحقق من جودة التعلم الافتراضي، تطوير أساليب فعالة لتقييم أداء الطلاب ومراقبة تقدمهم، وتقديم ردود فعل فورية محفزة لتعزيز التعلم وتحسينه لديهم. أيضاً تشجيع التفاعل والمشاركة، يجب تشجيع الطلاب وتحفيزهم حتى يتفاعلوا مع المحتوى، وهذا يتطلب استخدام أدوات ووسائل تفاعلية تعزز التواصل والمشاركة. خامساً، ضمان العدالة والمساواة، وهذا مهم جداً في التعلم. يجب توفير فرص التعلم بشكل عادل ومتساو لجميع الطلاب، مع مراعاة احتياجات الطلاب ذوي التحديات الخاصة والفئات المهمشة، وضمان توفير الدعم والمواد والموارد اللازمة لضمان نجاحهم في التعلم الافتراضي. ونتجاوز ذلك من خلال تحسين جودة التعلم الافتراضي، توفير استراتيجيات فعالة لتصميم وتقديم التعلم عبر الإنترنت، والاستفادة من التقنيات الحديثة والأساليب التدريسية المبتكرة. ننتقل للتحدي الثالث. تحدي التقييم في التعلم الافتراضي يتضمن أيضاً الموثوقية والموضوعية. يجب ضمان عمليات التقييم في التعلم الافتراضي تكون موثوقة موضوعية، تقاس بدقة بحيث نستطيع قياس أداء الطلاب وفهمهم للمواد التعليمية دون تحيز أو تمييز. تقييم الأداء الفعال يتطلب أيضاً التقييم الفعال في التعلم الافتراضي، استخدام أساليب تقييم متنوعة تتناسب مع طبيعة المواد التعليمية وأهداف التعلم. وتقنيات التقييم الرقمية، أيضا يجب تطوير واستخدام تقنيات التقييم الرقمية المناسبة حتى يسهل علينا عمليات التقييم وأيضا دقتها، مثل الاختبارات عبر الإنترنت، المشاريع الافتراضية، المناقشات عبر الويب. وأيضا رابعا، ضمان النزاهة والمصداقية.
وهنا يجب أن ننتبه، يجب توفير إجراءات تحقق وضمان النزاهة والمصداقية في عمليات التقييم، تقييم الهوية الرقمية للطلاب، تجنب الغش والتلاعب في النتائج وغير ذلك. توفير التغذية الراجعة، أيضا هناك تغذية راجعة يجب أن يأخذها الطالب حتى يتمكنوا من فهم نقاط قوتهم وضعفهم والعمل على تحسينها. التوجه أو التوجيه والدعم الذي يقدم عبر عمليات التقييم في التعلم الافتراضي، التوجيه يجب أن يكون دائما ملازما للطلاب بحيث يساعدهم في تحديد أيضا نقاط التحسن التي يجب أن يكونوا عليها. كيف نتجاوز ذلك؟ نتجاوزه بتوفير أنظمة تقييم متكاملة موثوقة تعتمد على تقنيات متقدمة، توفير التوجيه والدعم اللازم للطلاب من خلال عمليات التعلم الافتراضي، التحلي بالأخلاق وبناء المراقبة الداخلية لله تعالى والضمير في النفس، وهذا أمر هام جدا جدا نضع تحته كذا خط. أما التحدي الرابع، تحدي الانخراط والتحفيز في واقع التعلم الافتراضي، يتضمن التواصل الفعال، يجب توفير بيئة تعليمية افتراضية تشجع على التواصل الفعال بين المدرس والطلاب وبين الطلاب أنفسهم، وأيضا بين منصات التعلم ووسائل التواصل المتنوعة. تصميم مواد تعليمية ملهمة، يجب أيضا أن نصمم لهم مواد تعليمية مثيرة ملهمة تشجعهم على المساهمة والمشاركة، وتشمل أيضا مقاطع فيديو، تطبيقات، غير ذلك. تنويع الأساليب التعليمية، يجب تنويع أيضا أساليب التعلم والتقدم في التعلم الافتراضي بحيث تحفزهم للمشاركة عبر استخدام أساليب تدريس متنوعة مثل الدروس التفاعلية والألعاب وغير ذلك من الأمور. طبعا هذا أيضا يجب علينا توفير تغذية راجعة فورية بحيث أن الطالب إذا قام بمهمة يجب أن نشجعه ونعطيه التغذية، وهذا يساعدهم على أيضا أن يتحفزوا ويحسنوا أدائهم بشكل أفضل. تطبيق مبادئ التحفيز أيضا من حيث مثلا تحقيق وتحديد الأهداف بوضوح، وتوفير تحديات مناسبة، وتعزيز الاعتراف بالإنجازات، وتوفير المكافآت المحفزة للطلاب. ونتجاوز هذا التحدي من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات التعليمية وتبني استراتيجيات تعليمية مبتكرة تشجعهم على الانخراط والتحفيز في عمليات التعلم الافتراضي. أما الفرص فهي 4 فرص ولن نطيل عليكم. فأولا توسيع الوصول، ثانيا تخصيص التعليم أو التعلم، رابعا ثالثا التعلم التفاعلي، ورابعا التعلم العالمي. ولنبدأ بالفرصة الأولى، أولا الوصول الجغرافي، بحيث أن يكون هناك وصول إلى المواد التعليمية من أي مكان في العالم، ويسمح حتى للطلاب الذين هم في المناطق النائية وذوي الحركة المحدودة بالمشاركة دون الحاجة للتنقل إلى مؤسسات تعليمية تقليدية. الوصول الزماني أيضا يسمح للعاملين والطلاب الذين لديهم جداول مزدحمة في أن يحضروا وكندوتنا هذه ويتعلموا عبر الإنترنت. التعلم المتخصص أيضا يمكن للطلاب الاستفادة من تعلم متخصص متقدم في مجالات متعددة، ويمكنهم الوصول إلى دورات تدريبية وبرامج تعليمية. طبعا رابعا بالفرصة الأولى، التعلم والتعليم يكون للجميع. يجب أيضا أن نوفر التعلم الافتراضي وتكون هذه فرصة للتعلم للأشخاص الذين يواجهون تحديات في الوصول إلى التعليم التقليدي مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. توفير الموارد التعليمية المجانية، يمكن للطلاب أيضا استفادة من موارد تعليمية مجانية مثل فيديوهات غيرها من الدروس حتى يحققوا أهدافهم التعليمية، وكذلك تكون بتكلفة منخفضة أو مجانية تماما. أما الفرصة الثانية، تقديم محتوى متنوع متعدد الوسائط، ممكن أن نخصص أيضا ونوفر مجموعة متنوعة من المواد التعليمية كما قلنا فيديوهات وغيرها حتى تناسب أساليب التعلم مختلفة. تقديم مسارات تعلم متخصصة، يمكن للطلاب أيضا اختيار مسارات تعلم مخصصة وفقا لاهتماماتهم واحتياجاتهم المهنية مما يتيح لهم تحقيق أهدافهم التعليمية. ثالثا توفير تعليم شخصي، يمكن للمدرسين أيضا تقديم دعم شخصي للطلاب من خلال الاتصال المباشر وتقديم المشورة والتوجيه الشخصي حتى يساعدهم في فهم احتياجاتهم وفهم كل طالب
على حدة بشكل أفضل. طبعا رابعا التعلم الذاتي والمرن، يتيح أيضا هذه فرصة من الفرص. التعلم الافتراضي يجعلنا نتيح فرصة للطلاب التعلم بمعدلهم الخاص وفقا لجداولهم الزمنية، مما يتيح لهم التعلم بطريقة أكثر مرونة وفعالية. توفير أيضا المراجعة والتدريب الإضافي، ويمكن تخصيص التعليم الافتراضي لتوفير فرص إضافية للمراجعة والتدريب الذين يحتاجون طبعا إلى دعم إضافي من مواضيع معينة، تعلمون ذلك. وأيضا فيما يتعلق بالفرصة الثالثة قبل الأخيرة، المناقشات الجماعية عبر الويب، يمكن أيضا للطلاب أن يتناقشوا وأن تتلاقح الأفكار، ويمكن التجارب أيضا بين الطلاب والمدرسين، ما يعزز التفاعل والتبادل الفعال. ثانيا الأنشطة التفاعلية، يمكن تضمين الأنشطة التفاعلية مثل اختبارات تفاعلية، ألعاب تعليمية وغير ذلك. والتعلم بالتجربة العملية، يمكن استخدام تقنيات الافتراضية مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتوفير تجارب تعليمية تفاعلية شائقة تسمح للطلاب بالتفاعل مع المحتوى الرقمي والتعليمي. وأيضا المشاركة في المشاريع الجماعية، يمكن للطلاب المشاركة عبر الإنترنت بمشاريع، طبعا مما أيضا يعزز التعلم التفاعلي والتعاوني. وخامسا التواصل المباشر مع المدرسين، يمكن أيضا للطالب أن يتواصل مباشرة مع مدرسه عبر الإنترنت، سواء بجلسات دراسية حية أو من خلال البريد الإلكتروني وغير ذلك، مما يساهم في توفير الدعم اللازم والتوجيه الشخصي. أما الفرصة الأخيرة الرابعة وهي التواصل الدولي، يمكن للطلاب طبعا أن نتيح لهم من فرص التعلم العالمي التواصل الدولي في مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، فهذا أيضا يعزز تبادل الخبرات والثقافات والآراء. ثانيا الوصول إلى مواد عالمي أو موارد عالمية، يمكن للطلاب أيضا الوصول إلى موارد تعليمية عالمية عبر الإنترنت، دورات مفتوحة، مصادر متنوعة، مؤسسات تعليمية رائدة، والتعلم عبر الثقافات. أيضا يمكن للطلاب فهم واستيعاب ثقافات مختلفة في يعني الإنترنت أو عبر الإنترنت، ويمكنهم من الاستفادة من مواد تعليمية تعكس تنوع الثقافات والمجتمعات حول العالم. ورابعا التعلم التعاوني الدولي، أيضا المشاريع التعاونية الدولية تتيح أيضا للطلاب لفهم النوع الآخر أو الأخوات الموجودات في بلدان أخر أو طلاب في بلدان أخر لحل المشكلات وتحقيق أهداف مشتركة، ما يعزز أيضا التفاعل والتعاون الدولي. والتوظيف العالمي، وهذا هام جدا، يمكن للطلاب أيضا استعراض وتطوير مهاراتهم ومعارفهم من خلال التعلم الافتراضي، وذلك أيضا يزيد من فرصهم في الحصول على فرص عمل دولية والتنافس في سوق العمل العالمي. أخيرا لديكم بعض البرامج المفيدة لتصميم المحتوى في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهذه أيضا بإمكاننا أيضا أن نرسلها لكم، لن نأخذ وقتا حتى لا نطيل عليكم أكثر. ووصلنا إلى نهاية المطاف لهذا اللقاء المتميز، نسأل الله أن يكون فيه الخير والنفع. نتائجنا وتوصياتنا توفير فرص الجميع في التعلم، توفير أيضا شريحة واسعة من المجتمع يعزز المساواة في فرص التعلم عبر العالم، التفاعل مع أصحاب المصلحة، ينبغي علينا التفاعل مع الطلاب والمعلمين والأهالي والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية حتى نحقق فرصا مناسبة لأكبر شريحة مجتمعية، تعزيز تجربة التعلم الفردية، نوصي بتعزيز تجربة التعلم الفردية لكل طالب ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم التعليمية بشكل فعال وملائم لاحتياجاتهم الفردية. رابعا جعل عملية التعلم أكثر فاعلية، بحيث أننا نجعل التعلم شائقا ممتعا يساهم في تعزيز فهم الطلاب واستيعابهم للمواد التعليمية بشكل أفضل. وأيضا التعاون والشراكات، ينبغي علينا أيضا تعزيز التعاون والشراكات بين مختلف الجهات المعنية في المجتمع، القطاع العام والخاص والمدني وغير ذلك، حتى نواجه تحديات هذا العصر ونحقق الأهداف بشكل أكثر فاعلية. أيضا الاستثمار في التعلم والبنية التحتية التعليمية، يجب علينا استثمار
التعلم وتحسين هذه البنية التحتية التعليمية بحيث نوفر التكنولوجيا والموارد الملازمة أو اللازمة للتغلب على التحديات واغتنام الفرص في تطوير التعليم الافتراضي. وربط التعلم بالأخلاق، وهذا هام جدا، علينا التركيز على الجانب الأخلاقي في التعلم وبناء الضمير ومراقبة الله في السر والعلن في النفوس كي تثمر جهودنا ويطيب غراسنا. وختاما، وصلنا إلى ختام المطاف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء متميزا. نحن تحدثنا، أرجو أن تكون واضحة، عن واقع التعلم الافتراضي، وتحدثنا في هذا الواقع الافتراضي عن التحديات والفرص، ووصلنا إلى نهاية المطاف في آخر ما وصلنا إليه. نرجو أن تؤخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار لدى القائمين على التربية والتعليم حتى نتمكن من اغتنام الفرص الممكنة في تطوير الواقع التعليمي الافتراضي وتحقيق تحسينات مستدامة لننهض بنظام التعليم ونواجه التحديات المستقبلية بنجاح. نشكر لكم حسن إصغائكم، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في محاضرات أخرى. جزاكم الله عنا خيرا. جزاكم الله كل خير سعادة الدكتورة على هذه المعلومات الرائعة وعلى هذه المحاضرة القيمة، بارك الله فيكم ونسأل الله أن يكتبها لكم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا دكتورة، الله يحفظكم يا رب. وإياكم بارك الله فيكم وزادكم من فيض نور علمي. اللهم آمين يا رب. نعم أحبتنا الكرام، على بركة الله تنطلق محاضرتنا القيمة الثانية، والتي بعنوان تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في تحسين عملية التقويم الإلكتروني، والتي يقدمها لنا سعادة الدكتور سعد مأمون أبو علوان. وإليكم أحبتنا الكرام نبذة مختصرة من السيرة العلمية للدكتور. الدكتور سعد مأمون عبد الرحمن أبو علوان أستاذ جامعي في علوم الحاسب الآلي من جمهورية السودان من أم درمان، وله من الخبرة التدريسية أكثر من 25 سنة في عدد من الجامعات السودانية وعدد من الجامعات الخليجية، وسبق له أن درس العديد من المقررات الدراسية في تخصص علم الحاسوب، كما أن لديه خبرة متميزة في مجال برمجة الأنظمة الحاسوبية وبرمجة المواقع الإلكترونية، وله أكثر من 27 ورقة علمية منشورة في مجالات علمية محكمة ومؤتمرات دولية وإقليمية ومحلية. أما في مجال التدريب والتنمية البشرية فهو مدرب معتمد لدى العديد من الجهات، وقد نفذ العديد من الدورات التدريبية في المجالات المتعددة، منها مجال التطوير المهني والتنمية البشرية وتحفيز الذات. ولديه مهارات في التواصل المثالي مع زملاء العمل التي من شأنها أن تدفع العمل إلى الأمام، وله خبرة طويلة في مجال الإرشاد الأكاديمي. كما أن لديه من الخبرات الأكاديمية فقد عمل معيد متعاون في جامعة أفريقيا العالمية كلية دراسات الحاسوب، وأيضا في جامعة أم درمان الإسلامية كلية علوم الحاسوب، وأيضا في جامعة النيلين كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات في جمهورية السودان. أما في المملكة العربية السعودية فقد كان محاضرا في كلية المعلمين في جازان قسم الحاسب الآلي، وأيضا كلية محاضر في جامعة جازان كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وأستاذ مساعد في جامعة محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء قسم علوم الحاسب والمعلومات. أما في سلطنة عمان فهو أستاذ مساعد في كلية العلوم التطبيقية وكلية العلوم التطبيقية قسم تقنية المعلومات من الفترة من 2013 وحتى 2016. وله من الخبرات الإدارية فقد عمل منسق وحدة البرمجة مركز الحاسوب والمعلومات بجامعة النيلين في السودان، ومنسق الإرشاد الأكاديمي بقسم علوم الحاسب والمعلومات في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإحساء، وأيضا رئيس لجنة الإنماء الوظيفي كلية العلوم التطبيقية سلطنة عمان. وله من الأوراق العلمية المنشورة أكثر من 27 ورقة علمية في مجلات علمية محكمة ومؤتمرات دولية وإقليمية ومحلية.
وأيضا تلقى العديد من الدورات التدريبية المتنوعة في أغلبية المجالات الأكاديمية ذات الصلة بالعمل التدريسي بالجامعات في جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. نسأل الله أن يزيدك من فضله وكرمه وعلمه. تفضل سعادة الدكتور، لكم الصلاحية. دكتور سعد، تفضل، معك الصلاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وعليكم السلام، أهلا بالدكتور، يا مرحبا، تفضل. أشكر لك حسن التقديم باشمهندس عدنان، وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية المحاضرة أتقدم بالشكر الجزيل لمنصتنا، منصة أريد العلمية، على اهتمامها بشأن بكل ما هو متعلق برفع وتحسين عمليات العملية التعليمية والعملية البحثية في وطننا العربي. فالشكر والتقدير أيضا لسعادة الدكتور سيف الدين الدسوقي، سيف الدين السيوفي، الذي رعى هذه المنصة منذ نشأتها الأولى، وحتى الآن ما زال يقود هذه السفينة بقيادة رائعة ومتميزة، هو وفريقه العامل وجميع المساعدين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم هذه الخدمات المتميزة لجميع من نطق باللغة العربية وغيرها. أبدأ هذه المحاضرة والتي تحمل عنوان تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التقويم الإلكتروني. هدفنا في هذه المحاضرة هي تزويد الحضور الكريم بالمعارف والمهارات والاتجاهات والقيم اللازمة لتعريفهم بتأثيرات الذكاء الاصطناعي على التقويم الإلكتروني. طيب، متوقع بعض الأهداف التفصيلية لهذه المحاضرة. أولاً، يميز الحضور الكريم بين مصطلحات المحاضرة: التقويم التقليدي الإلكتروني والذكاء الاصطناعي. أيضاً يشرح أنواع الاختبارات التقليدية والإلكترونية، يتعرف على أنواع الأسئلة التي تصلح أن تكون للاختبارات الإلكترونية، كما يبين فرص الذكاء الاصطناعي في عمليات التقويم الإلكتروني، كما يتعرف الحضور أيضا على تحديات الذكاء الاصطناعي في عمليات التقويم الإلكتروني. بداية، هذه دعوة للاستدامة. الاستدامة قد لا تعني أنك مسرور، بل تعني أنك راض وقد أيضا نأخذ منها إذا أجبرت نفسك على الاستدامة خلال بضع دقائق. طيب، محاور المحاضرة الافتراضية، وأحاول أن أكون سريعا حتى لا أخذ زمن المحاضر اللي بعدي. عندنا في الأول اللي هو تعريف للمصطلحات لهذه المحاضرة أو هذه المداخلة. أيضا سنتعرف على أنواع الأسئلة في الاختبارات الإلكترونية، وهي بالتأكيد كثيرة إن شاء الله، و نتعرف على ما هو مناسب، لأنه أنواع الأسئلة كثيرة طبعا. أيضا نتعرف على فرص الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم الإلكتروني، وأيضا سنتعرف بإذن الله على التحديات في عمليات التقييم الإلكتروني. إذا هذه هي محاورنا، ونبدأ بالمحور الأول مباشرة اللي هو تعريف المصطلحات. عندنا عدة تعريفات للذكاء الاصطناعي.
التعريف الأول هو فرع من علوم الحاسب يهتم بإنشاء برامج ونظم قادرة على أداء المهام التي تتطلب ذكاء بشريا. اثنين، التعريف الثاني هو مصطلح يشكل مظلة للعديد من التقنيات التي تتيح للآلات أن تحاكي الذكاء البشري. التعريف الثالث وهو أكثر تفصيلا هو الفرع من علوم الحاسب الذي يهتم بتطوير الأنظمة والبرامج التي تتمتع بالقدرة على التعلم من البيانات وتحليلها وتنفيذ المهام بشكل ذكي واتخاذ القرارات بطريقة ذاتية ونضع خط تحت عبارة بطريقة ذكية. جميع هذه التعريفات تتفق في كونها أنظمة وبرامج تحاكي قدرات العقل البشري. قدرات العقل البشري اللي هي احنا عندنا قدرة على التفكير وعلى التحليل وعلى اتخاذ القرار المناسب ونحو ذلك. وده فعلياً اللي بيحصل في العقل البشري العادي، اللي هو بيكون قادر عليه انه يفكر ويحلل، وبناء على الخبرة التراكمية والمعلومات التي يعني بحوزته والتي توفرت له يستطيع اتخاذ القرار المناسب. طيب، عندنا مصطلح التقويم وعندنا مصطلح التقييم. التقويم هو عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية ومعلومات صادقة باستخدام أدوات قياس متنوعة في ضوء مجموعة من المستويات المتوقعة. أما التقييم هو عملية تجميع ووصف وتكميم المعلومات والبيانات المتعلقة بالأداء بقصد المساعدة في اتخاذ قرار ما أو جمع معلومات مساعدة في اتخاذ قرارات. ويجب أن يكون أي عملية التقييم عملية نشطة ومستمرة وواقعية وذات فعالية الاختبار تكون وسيلة مناسبة. نجد ما بينها يعني مصطلح التقويم والتقييم بينهما يعني بعض اللبس، ولكن التقويم بيعتبر هو عملية استخدام البيانات المجمعة من القياس الذي قام به التقييم بغرض الإصلاح. وأيضا أذكر الحضور الكريم بأنه عنوان محاضرتنا تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التقويم الإلكتروني، وليس في تحسين عمليات التعليم بصورة عامة. لا، أنا الجزئية اللي هتناولها الآن فقط في عملية التقويم الإلكتروني بين قوسين الاختبار الإلكتروني. طيب، عندنا اللي هو الاختبار التقليدي العادي هو سلسلة أو مجموعة من الأسئلة أو المهام التي يطلب من المتعلم الاستجابة لها إما تحريريا أو شفاهيا أو أدائيا. ده تعريف الاختبار بصورة عامة: تحريري أو شفهي، يعني شفاهة أو عمليا. وهي الاختبارات التقليدية نقدر نتبين منها نوعين: عندنا الاختبار الكتابي المقالي، وأيضا الاختبار الموضوعي، مشهور بأنه هو بيسموه الاختبار الأمريكي، وكليهما يعني معمول بهم في الاختبارات التقليدية الكتابية أو التحريرية. النوع الأول اللي هو اشرح ناقش قارن، ومفيد في قياس قدرات معينة. والنوع الثاني بيمتاز بدقة وموثوقية أكثر من سابقه، وأكثر استخداما في قياس أنواع متعددة من النواتج التعليمية في مجال المعرفة، وممكن يصل لمستوى كبير جدا لأنه بيركز على بلوغ الأهداف التعليمية والتربوية. طيب، عندنا الاختبارات الإلكترونية. الاختبارات الإلكترونية هي اختبارات تتم من خلال الحاسب الآلي، حيث يتم عرض بنود الاختبار على الشاشة ويجيب الطالب عليها مباشرة باستخدام أدوات الإدخال. يعني اختبارات معتمدة على الحاسب بصورة كبيرة،
و يعني الطالب أو الممتحن بيستخدم اللي هو لوحة المفاتيح أو الفارة، وأحيانا شاشة اللمس، وأحيانا المايك أو الكاميرا أو المزج ما بين هذا وذاك. طيب، أنواع الاختبارات الإلكترونية نستطيع أن نميز نوعين. النوع الأول هي اختبارات إلكترونية معتمدة على الحاسوب، ولكن ليس بالضرورة إنها تكون معتمدة على الإنترنت. يعني في اختبارات إلكترونية بيضعها الأستاذ على الشبكة المحلية في معمل أو في قاعة، والطلاب بيكونوا حاضرين في نفس الوقت في نفس الزمن، والاختبار في لحظة معينة بيفتحوه ويختبروا اختبار مباشر، ما في أي علاقة بالإنترنت، فقط هم بيستخدموا الحاسب ولكن بيستخدموه في شبكة محلية أو في داخل المعمل في مكان واحد أو عدة أمكنة لكن في داخل المبنى. أما الاختبارات الإلكترونية طبعا مجرد ما قلنا معتمدة على الشبكات مباشرة بيتبادر إلى أذهاننا اللي هو شبكة الإنترنت، وبيتبادر إلى أذهاننا الاختبارات الإلكترونية، ودي ميزاتها طبعا إنه بتكون قد يكون الطالب جالس في مكان ما بعيد عن، يعني كل طالب جالس لوحده بعيد عن الآخر بشكل أو بآخر، متفرقين وكلهم متصلين بالشبكة العنكبوتية، ويؤدوا الاختبار في وقت واحد أو في أوقات متفرقة على حسب رؤية الأستاذ ومتطلب المقرر. في أيضا تقسيم آخر للاختبارات الإلكترونية، إن تم تقسيمها لاختبارات إلكترونية متكيفة وغير متكيفة. المتكيفة دي تظهر الأسئلة للممتحن حسب مستواه، حيث يتم آليا اختيار الأسئلة أكثر سهولة أو صعوبة بناء على إجابة السؤال السابق. طبعا ده بيكون وفق خوارزميات معينة، إنه بيظهر سؤال للممتحن أو للطالب، وبعد كده الطالب بيجيب على هذا السؤال. بعد كده الحاسب بيقارن الإجابة بتاعت الطالب مع عن طريق خوارزميات مع مستويات معينة بتكون مخزنة لديه مسبقا، وبعد كده بيحدد إنه هيمشي مع الطالب على أي مستوى، وبذلك بيكون الاختبار مختلف من طالب لطالب على حسب مستواه، وده بيعالج لنا مشكلة الفروقات الفردية بين الطلاب وما يلي ذلك من إشكاليات. الغير متكيفة، يعني اختبار إلكتروني غير متكيف، ده بتكون فيه الأسئلة فيه متكيفة وعددها محدد، يعني دي محدد محدد ولا تعتمد على السؤال السابق، ولا تختلف عن الاختبارات الورقية التقليدية. يعني الاختبار الورقي التقليدي في الغالب بيكون هو يعني اختبار مشترك موحد بالنسبة ليه جميع الطلب. طيب، خلينا نشوف في المحور الثاني اللي هو أنواع الأسئلة في الاختبارات الإلكترونية. عندنا بالنسبة لنا أنواع الأسئلة، أنا ماخذ 3 نماذج. النموذج الأول اللي هو اختبارات جوجل، وطبعا كما يدرك البعض إنه اختبارات جوجل قد تكون اختبارات وقد تكون نفسها ممكن تكون استبيانات جوجل. فهذه أنواع الأسئلة المتاحة في اختبارات جوجل. عندنا إجابة قصيرة، اختيار من متعدد، اختيار من قائمة، تحميل ملف، إجابات متعددة، إجابة طويلة اللي هي بتكون في شكل فقرات، وغيرها من الأسئلة الموجودة أمامكم على الشاشة. الأكثر استخداماً من عدد كبير من الأساتذة اللي هو اختيار من متعدد، وممكن تكون أجب بلا أو نعم، وممكن إجابات متعددة، ودي الأكثر استخداما. ولكن هنالك تحديثات مستمرة في عدد من أنواع الأسئلة حتى تتيح للأستاذ أو تتيح للمعلم إمكانيات واسعة في عملية اختيار وتنويع الأسئلة.
وهي بذلك ممكن تساهم في يعني فك أو تخفيف من حدة المعارضين للاختبارات الإلكترونية. أيضا اخترت من الأنظمة التعليمية اللي هو فيما يعرف بالـ LMS، اللي هو اخترت منها نظام البلاك بورد، وده النظام بيعتبر هو يعني نموذج أو أحد النماذج بالنسبة للاختبارات لإدارة نظم التعلم، وهذه الأنواع المتاحة في هذا النظام. نشوف مجموعة كبيرة من اللي هو الإجابة، أنواع الأسئلة، ودي بتدينا تنوع كبير، وهم ممكن لأنه يعني باعتبار أنها هي شركة خاصة، فهم دائما مهتمين جدا بطرح كل ما هو جديد وكل ما هو يعني يمكن برمجته واستخدامه بصورة كبيرة جدا. دي أنواع كبيرة، يعني الأنواع كلها المتاحة اللي موجودة، وشوف لاحظ العدد ما بين، لو قارنت ما بين عدد الأسئلة الموجودة في البلاك بورد وعدد الأسئلة اللي موجودة في الجوجل فورم. وفي نفس الوقت إذا يعني في حد محتاج للتعرف أكثر، ممكن يزور موقع البلاك بورد، عندهم نظام الدعم باللغة العربية وبكل اللغات، ممكن يستفسر ويشوف هذه الأنواع من الأسئلة. طيب، عندنا أيضا اخترت أداة تفاعلية أيضا اسمها الكلاس بوينت، ودي أيضا فيها اللي هو مجموعة من الأسئلة التي يمكن طرحها على الطلاب، وتمتاز بأنه إنها هي طريقة تفاعلية في أثناء العروض التقديمية. ممكن الأستاذ يختبر الطلاب ويعمل على تقييم الأداء بتاعهم واستقبال ذلك كله من خلال تقارير موجودة في داخل الكلاس بوينت، والتعريف أمامكم لهذه الأداة، وكما يمكن زيارة الموقع على الإنترنت للتعرف أكثر على كيفية استخدام أنواع الأسئلة الموجودة أمامكم. طيب، أنواع أسئلة الاختبارات الإلكترونية. بناء على طريقة التصحيح نستطيع أن نتبين نوعين من أنواع الأسئلة الإلكترونية. في أسئلة إلكترونية تقليدية ودي حاليا موجودة، وفي أسئلة إلكترونية ذكية، دي بعضها قد يكون موجود وبعضها متوقع إنه هو يكون يظهر قريبا بالتطورات اللي احنا بنشهدها يعني في عالم الذكاء الاصطناعي، نتوقع انها تكون موجودة. بالنسبة للأسئلة الإلكترونية التقليدية، دي بتعتمد في عملية التصحيح التلقائي على عمليات المطابقة، يعني تعمل ماتشنج، مثلا إجابات، يعني يكون عندنا سؤال مثلا إجابة من عدة اختيارات، اختار إجابة واحدة، فبتلقى انه بتحصل عملية بتاع التطابق ما بين الإجابة المسبقة اللي وضعها أستاذ المقرر مع إجابة الطالب. فإذا حصل تطابق، مثلا الإجابة الصحيحة كانت إيه، وهنا الإجابة اللي أدخلها الطالب كانت مثلا إيه، ومباشرة حصل التطابق وتم إعطاء الطالب درجة السؤال والتجميع لبقية الأسئلة، وبعد كده بتكون دي درجة الطالب النهائية في الاختبار الإلكتروني. أما الأسئلة الذكية فدي بتعتمد بصورة كبيرة أو متوقع إنها تعتمد في عملية اللي هو مقاربة المعنى، يعني دي بالذات بتدي مجال للأسئلة من النوع المقالي بصورة كبيرة جدا، بحيث إنه الأستاذ أو المدرس أو الأستاذ الجامعي يدخل اللي هو سؤال، يدخل الإجابة وتكون إجابة نموذجية، والذكاء الاصطناعي يلتقط المعنى من ويفهم ما يعني الإجابة المدخلة من قبل الأستاذ، وبعد كده يعمل عملية بتاعة مقاربة للمعنى ما بين الإجابة النموذجية من الأستاذ والإجابة اللي أدخلها الطالب، وبناء عليها يتم تقييم معين. طيب،
المحور الثالث، نشوف فرص الذكاء الاصطناعي في التقييم الإلكتروني، اللي هو عندنا الأول اللي هو الذكاء الاصطناعي ودوره في تصحيح الأسئلة المقالية، زي ما قلنا إنه بيكون عندنا يعني نماذج بتاعت أسئلة مقالية من النوع اشرح ناقش قارن، وحتى بالنسبة لنا الإنشاء والكومبوزيشن والتعبير ممكن أيضا إنه أو نتوقع إنه يكون عملية التصحيح تكون بطريقة ذكية، ونتوقع إنه يكون في يعني عملية بتاعة فهم لإجابات الطالب، وبناء على ذلك يتم إعطائه الدرجة المناسبة. طبعا بالتأكيد أي تجربة نضعها في بالنا خاصة فيما يتعلق في مجال الحاسب والبرمجة نتوقع إنه يكون فيها تعثرات، ده شيء طبيعي في الأول، ولكن بتوفر المعلومات وبالتطور اللي احنا بنشهده في الأنواع يعني أنواع الذكاء الاصطناعي وتفرعاته، تفرع التفرعات من هذا العلم يعني المتسارع في إيقاعه بطريقة أصبحت مزعجة ومرعبة لدى البعض، فنتوقع أن المسألة سريعا ما ستأتي في القريب العاجل، هذا إذا لم تكن موجودة. أيضا الذكاء الاصطناعي حيلعب لنا أو متوقع أنه يلعب لنا دور كبير جدا في تجهيز بنوك الأسئلة، يعني بنك الأسئلة طبعا هو أيضا من الفوائد الكبيرة جدا الموجودة في التعليم والتقييم الإلكتروني، فمتوقع أنه يكون في دور كبير جدا للذكاء الاصطناعي أنه يغذي بطريقة تلقائية اللي هو البنوك، بنوك الأسئلة الإلكترونية. يعني عندنا البلاك بورد فيه بنوك أسئلة وغيره، طبعا فيه بنوك أسئلة، وممكن نصنفها هذه الأسئلة، نصنفها نخليها مثلا بناء على مستوى السؤال، إنه سهل ولا متوسط ولا صعب. أيضا يكون عندنا السؤال نفسه، يعني لو افترضنا إنه نموذج بلوم المعرفي هو الأفضل، طبعا في نماذج معرفية تانية، ولكن إذا كان ده الأكثر استخداما أيضا ممكن الاختبار الإلكتروني يكون يعني الذكاء الاصطناعي يساهم لنا في اللي هو معيار يكون خاص بنموذج بلوم، كما يمكن أيضا وضع السؤال بناء على مواضيع المقرر أو المادة الدراسية. ده كله يعني ممكن يديك صورة تخيلية بالنسبة للاستفادة للطالب والأستاذ من هذا الكنز، يعني الطالب ممكن يجي يتدرج في مستوى السؤال، وهو بذلك بيكون هو تحفز، يعني هو يبدأ من السهل ويمشي للمتوسط ويمشي للصعب، بالذات في المدارس والسنوات الأولى في الجامعة، فبتزيد من ثقته بنفسه شيئا فشيئا لغاية ما يصل للمستوى الصعب. أيضا بالنسبة له أو بالنسبة للأستاذ أو الإدارة التعليمية أو إدارات الجامعات بيكونوا مرتاحين جدا في العملية بتاعة تطبيق نموذج بلوم المعرفي بطريقة يعني دقيقة وجميلة. أيضا بيفيد إذا كان المعيار بتاعنا حسب مواضيع المقرر، أيضا بتكون مفيدة جدا بالنسبة ليه الطالب، انه كل ما انتهى من التوبيك، كل ما انتهى من الجزئيه مباشره راح ويختبر نفسه وقاس نفسه وشاف نفسه وين وصل من هذه الجزئيه اللي درسها، وبالتالي بيقدر يصل بسرعه للجزئيه من المقرر اللي عنده فيها اشكاليه ويعمل على معالجته بمساعده يعني استاذ المقرر او مرشده الاكاديمي. ده نموذج للكلاس بوينت، سارعت حقيقة الشركة المنتجة لهذا البرنامج بوضع خيارات لأسئلة ذكية بتكون بناء على اللي هو نوع السؤال، وأيضا بناء على هو هنا مسميها مستويات ضريبة بلوم اللي هو قاصد بها نموذج بلوم، إنه يمكن ضبط السؤال بناء على ذلك، والسؤال بيجي بطريقة يعني توليدية بطريقة ذكية، وفي نفس الوقت لا المدرس عارف السؤال اللي حيجي ولا الطالب عارف السؤال اللي حيجي، فيجيك السؤال حسب النوع اللي انت اخترته، اختيار متعدد من الفراغات، إجابة قصيرة، وانت
كمعلم بتكون ضبطت الإجابات النموذجية بطريقة معينة وفقا للبرنامج بتاع الكلاس بوينت، وأيضا حددت المستوى المعرفي بالنسبة لك، والدرجات بتجي لك بناء على المستوى اللي حددته المعرفي من بلوم. وهذه ممكن تتيح أيضا سرعة كبيرة جدا في عملية إنتاج الأسئلة، وبالتالي تغذية اللي هو بنوك الأسئلة. طيب، ثلاثة اللي هي الذكاء الاصطناعي ودوره في التقليل والحد من حالات الغش. طبعا المعارضين بالنسبة للاختبارات الإلكترونية أو اللي عندهم رأي في الاختبارات الإلكترونية دائما بيكون عندهم يعني حديث زايد ومنزعجين من قصة يعني حالات الغش اللي ممكن تحدث في الاختبارات الإلكترونية، وإنهم يعني بيذكروا في حالات كثيرة، وطبعا هي وجهة نظر تحترم ما في شك في ذلك. دائما بيكون نقطة يعني أو محور حديثهم في إنه الطالب أنا ما شايفه هو بيعمل في شنو، أو هو فاتح شنو، أو يعني ممكن يكون هو نفسه الطالب ما حل الاختبار. وفي مجهودات كبيرة جدا بالمناسبة هي تمت في للتقليل والحد من حالات الغش، مثلا زي إظهار ترتيب الأسئلة بطريقة عشوائية للطلبة، يعني كل طالب تظهر له شاشة أسئلة بطريقة ترتيبية تكون مختلفة عن الآخر، ودي حتى لو الطلاب يعني في طالبين مثلا اتفقوا يعني لا سمح الله على إنه يغشوا وجلسوا في مكان واحد، فالأسئلة اللي تيجي للطالب الأول مختلفة عن الأسئلة اللي بتيجي للطالب الثاني، فدي كانت ناحية. أيضا إظهار الاختيارات كمثال في اختيار من متعدد او نوع السؤال متعدد الاختيارات، دي نفسها تجي بطريقه عشوائيه بنفس الفهم في الفقره السابقه، يعني السؤال حتى لو صادف وتطابق لطالبين تظهر الخيارات من الداخل A و B و C او الف وباء وجيم ودال مختلفه من كل طالب والتاني، ودي ايضا يعني ساهمت كثير جدا في التخفيف من حالات الغش. ايضا اللي هو يظهر الاختبار سؤال واحد فقط في الشاشة، يعني أول ما يعني يكون يعني يظهر الاختبار يظهر سؤال واحد، بعد كده الطالب لما ينتقل للسؤال اللي بعده ما يسمح له بالرجوع، يعني في بعض الاختبارات الإلكترونية بهذه الطريقة ما ترجع للخلف، خلاص جاوبت ضغطت التالي خلاص الأول ما تقدر ترجع له. طيب، أو يظهر السؤال لمدة زمنية محددة، يعني مثلا تقدير المدرس يقول والله السؤال كل سؤال من اختيار من متعدد مثلا يعطيه مثلا زمن معين، مثلا 3 دقائق للسؤال ده، مثلا دقيقتين للسؤال ده، السؤال ده سهل جدا يفترض انه الطالب يجاوب عليه في دقيقة واحدة. الطالب جاوب اوكي، ما جاوب ينتقل مباشرة للسؤال اللي، ودي ايضا ساهمت في الحد من حالات الغش، مع امكانيه المزج ما بين اللي هو ترتيب الاسئله واظهار الاختيارات بصوره عشوائيه. ايضا عندنا حته مهمه جدا، ودي ظهرت مع تطور اللي هو التطور اللي حصل في الشاشات اللمس، انه لا يسمح بالنسخ واللصق لمحتويات السؤال، يعني انه طبعا احنا لما نعمل نسخ يعني مثلا انت ضغطت كنترول سي، اول ما انت ضغطت كنترول سي انت شغلت برنامج، البرنامج دي هو عارف انه مفروض ينسخ الحاجه اللي انت عامل لها تظليل، خلاص هو فاهم كده. طيب اللي بيحصل هنا انه بيتم تعطيل الخاصيه دي، يعني يتم تعطيل كنترول سي دي تكون معطله، وفي نفس الوقت ممكن كمان يعمل حاجه تانية لا يسمح بتصوير الشاشه، يعني الشاشة نفسها ما يسمح له بعملية تصوير الشاشة اللي هي شوت سكرين المعروفة بالذات في الجوالات، يقول لك البرنامج لا يسمح بذلك، لأنه احنا أي ضغطة أي لمسة في الجوال في الجهاز احنا بنحرك برنامج، يبقى معناته ممكن يعني إبطال أو إيقاف هذه الخاصية. ايضا نقدر نتبين انه الذكاء الاصطناعي ممكن يكون عنده دور كبير جدا في الحد من حالات الغش، لكن هنا بطريقه ذكيه، يعني ده بالنسبه لنا اذا كان
يعني التوقعات اللي احنا متوقعينها بإذن الله تعالى، ممكن يكون في ظهور كبير واستخدام لشنو؟ للقياسات الحيوية اللي هي البايومتريكس، والبايومتريكس ده فرع من فروع علم الذكاء الاصطناعي. ممكن نتوقع انه يكون فيه استفادة كبيرة جدا من تصوير الوجه وشبكية العين، ودي بتحل لنا الإشكالية المزعجة بتاعت انه هل الطالب دي هو نفسه اللي حل الاختبار ولا لا؟ أو مراقبة حركة أصابع اليد على لوحة المفاتيح، دي لمزيد من التحقق من هوية الطالب. أيضا ممكن كل طالب نلزمه بأنه يضع برنامج معين، هذا البرنامج اللي نضعه في الجهاز ده يعني أي شاشة اتفتحت على سطح المكتب مباشرة تظهر عند المدرس هناك تقرير أو نوتس بأنه الطالب فتح كذا. فدي أيضا بما في ذلك المتصفحات، لأنه فعليا ممكن يكون في طالب فاتح امتحان إلكتروني وفي نفس الوقت فاتح على جنب أو منزل على شريط المهام، منزل اللي هو المتصفح، ويعمل كوبي أند بيست ويشيل من هنا ويحط هنا وينسخ من هنا لهنا. فدي عن طريق مراقبة الشاشة بيظهر بالنسبة للأستاذ إنه الطالب غشة ولا ما غشة. دي طبعا هي يعني أدوات فيها ممكن يكون فيها شيء موجود الآن زي تصوير الوجه والشبكية، ودي طبعا بتسبقه أو لازم من إنه تسبقه لنا اللي هو عملية رولينج، عملية بتاع التسجيل بالنسبة لتصوير وجه كل طالب وشبكية العين، وبالتالي بيكون في تخزين للهوية، هوية الطالب البيومتريكس لكل طالب من الطلبة، حتى بعد كده لما نجي في مرحلة الاختبار بتتم عملية الماتشنج والمطابقة لمزيد من التحقق من شخصية الطالب. أيضا الذكاء الاصطناعي متوقع بصورة كبيرة جدا إنه يلعب لنا دور كبير في قياس نواتج التعلم. نواتج التعلم اللي هي دي من متطلبات الجودة في خاصة في الجامعات، فمن الممكن جدا إنه يساهم الذكاء الاصطناعي في سرعة ودقة قياس نواتج التعلم. يعني مثلا يكون عندنا مثلا في برنامج علوم الحاسوب مثلا مخرجات تعلم، واحدة من مخرجات التعلم فهم أساسيات البرمجة والتصميم البرمجي. نجي لمقرر تطوير تطبيقات الويب مثلا، هو من مقررات علوم الحاسب، يكون واحدة منها القدرة على تنفيذ واختبار تطبيقات الويب، والمقرر يكون الموضوع اللي بيقوم لي بتنفيذ أو تحقيق هذا الليرنينج اوتكمز يكون تنفيذ واختبار النظام. شوف مدى الفائدة اللي ممكن تعود من استخدام الذكاء الاصطناعي في القياس لنواتج التعلم بناء على ما ذكرته سابقا. يعني دي معناتها حيدينا يعني قياس لنواتج التعلم بطريقة فعالة وسريعة، وبتساهم في تطوير المقرر من خلال إنه إحنا ندرك الخلل لدى الطلاب في أي جزئية وفي أي ناحية من النواحي للمقرر، ونعمل على تحسينه، لأنه إحنا بالنسبة لنا بنحاول نستكشف الإشكاليات وين. أيضا الذكاء الاصطناعي بيكون عنده دور كبير في تحليل نتائج الاختبارات، وبدينا مجموعة كبيرة جدا من التقارير، وبتستفيد منه طبعا بالتأكيد الوزارات، إدارات الجامعات، الإدارات التعليمية وأساتذة الجامعات والمعلمين، وممكن نقول بين قوسين المجتمع بأكمله، حيستفيد منا بالذات إذا وضعنا في بالنا إنه تكون في عملية بتاعت مقارنة بالنسبة ل يعني نتائج الأعوام السابقة. ونحن بالطرق التقليدية، حتى بالطرق التقليدية الإلكترونية ممكن تواجهنا فيها إشكاليات، فيبقى معناته الذكاء الاصطناعي حيساعد أو متوقع إنه يساعد ويساهم بصورة كبيرة في ذلك. أيضا عندنا اللي هو الاختبار الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير الاختبارات المتكيفة، دي بتلعب لنا دور كبير جدا في التعرف أو في حل مشكلة الفروق الفردية بالنسبة للطالب. يعني كل طالب يبدأ يحل في الاختبار، وبالتالي في الاختبارات المتكيفة التي ذكرناها، وبالتالي بيحدد الفجوة المعرفية للطالب إنه الطالب ده محتاج شنو بالضبط، وفي نفس الوقت يتم إرشاده الإرشاد الأكاديمي المناسب، توجيهه لأنه يحضر قنوات يوتيوب
لمقررات معينة، توجيهه بزيارة مثلا مواقع معينة، توجيه باطلاعه لجزئية معينة أو كتاب أو مرجع علمي مناسب. المحور الرابع اللي هو المحور الأخير اللي هو تحديات الذكاء الاصطناعي في التقييم الإلكتروني. عندنا تحدي كبير جدا متعلق بدقة التقييم. طبعا زي ما ذكرت إنه مرات قد يعني تواجه التقييم الإلكتروني إذا كان ذكي أو إذا كان تقليدي. بطبيعة الحال يعني نحن لا ننكر إنه ممكن تكون في إشكاليات كبيرة جدا خاصة بالدقة في عملية التقييم البشري. التقييم البشري طبعا هو أيضا مواجهة بأنه يكون في إشكاليات، ولكن إحنا الآن بنتكلم عن تحديات الذكاء الاصطناعي في التقييم الإلكتروني. أيضا متوقع إنه تكون في تحديات تقنية، يعني التحديات التقنية في اللي هو الشغل البرمجي، الشغل الفني، في إنه كيف نقدر نحول الكلام النظري في جزئيات ذكرتها كيف تتحول لبرنامج حاسوبي. أيضا قد تكون التكاليف مزعجة وتحتاج ل يعني مبالغ كبيرة شوية، فدي أيضا من التحديات. أيضا من ضمن التحديات اللي هو التدريب والتعلم الآلي، يعني احنا بالنسبة لنا بنحتاج مباشرة في انه نغذي النظام بتاع الذكاء الاصطناعي، وعندنا يعني العديد من الأنظمة الذكية المتاحة حاليا تم تدريبها على مدار سنوات وتحديث مباشر وعمليات بتاع تجربة وعدة تجارب وصرف مالي، فدي بتكون شوية تحدي قد يواجه اللي هو تحديات الذكاء الاصطناعي في التقييم الإلكتروني. أيضا التفاعل البشري، في بعض التقييمات يعني بتحتاج لتفاعل بشري، يعني إنه بعد ما تتم عمليات التصحيح حتى لو كان بطريقة تصحيح بطريقة تقليدية إلكترونية تقليدية أو إلكترونية ذكية، أيضا بتكون في قد تكون هنالك بعض الإشكاليات بتحتاج لأنه يعني الأستاذ يراجع مرة أخرى هذه الدرجات التي أعطاها أو قيمها إلكترونيا. أيضا ذكرنا قلنا التكاليف ممكن تكون هي تحتاج لإشكاليات أو تحتاج لصرف مالي. أيضا عندنا إشكاليات في العادات والتقاليد، بالذات نحن في دول الشرق الأوسط ممكن تكون لما نقول لطالب طالبة أو طالب حتى أفتح الكاميرا وأصهر وجهك ونحو ذلك، ممكن قد تصطدم لنا بشنو بالعادات والتقاليد، ودي إشكالية ما ممكن إنه إحنا نتجاهلها. أيضا عندنا اللي هو في مخاطر من قراصنة الإنترنت، يعني أنا عشان ما أعمل أو أطبق برامج الذكاء الاصطناعي قد أحتاج إنه أنا بالنسبة لي أضيف برمجيات لجهاز الطالب، دي ممكن يهدد أمنه من السبراني، يعني ممكن الطالب من خلال البرمجيات دي ممكن يتسلل اللي هم الهاكرز، يتسللوا لجهاز الطالب ويسببوا بعض الإشكاليات. يبقى هنا في تحديات ذكرنا منها اللي هم 8 تحديات. نجي للمحطة الأخيرة اللي هي توصيات المحاضرة أو المداخلة القصيرة دي. عندنا توصيات لإدارات الجامعات اللي هو التوصية الأولى قيام وحدات خاصة لمتابعة تطورات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم تحت إشراف الإدارات، تكون من أبرز مهامها متابعة تطورات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتواصل مع الشركات المنتجة وبناء شراكات ذكية تصب مصلحتها لدعم التعليم الإلكتروني. يعني نحتاج لتفرغ كامل لوحدة تكون متخصصة في ذلك، وأيضا يعني على إدارات الجامعات والإدارات التعليمية والوزارات إنها هي يعني تسعى سعي حثيث في إنها هي تبني شراكات ذكية مع هذه الشركات المنتجة لهذه البرامج. أيضا قيام الورش والعمل والندوات والمؤتمرات بصورة مستمرة وراتبة زي الآن جزا الله خيرا القائمين على أمر منصة أريد، في إنه أتاحوا لنا فرصة للحديث والمناقشة والمعلومة اللي عندك والفكرة اللي عندي، يعني بتتكامل وبتدينا صورة جميلة وبتخلي يعني الناس تكون أكثر تفهما لهذه الأشياء.
يا وطبعا في طرق كثيره جدا نقدر نوصل بها هذه الورش. يعني الان احنا افتراضيا متواجدين يمكن ومنتشرين في كل مكان في الكره الارضيه، ولكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل الزوم تم تجميعنا كلنا جميعا في قاعه افتراضيه واحده. ايضا هنالك توصيه ب يعني حث اعضاء هيئه التدريس، يعني في اشكاليه كبيره جدا من بعض الادارات يعني في إنها هي بتساوي ما بين الأستاذ أو عضو هيئة التدريس الجامعي الرقمي وعضو هيئة التدريس التقليدي أو المعلم الرقمي والمعلم التقليدي، ما بتحفزهم. يعني طبعا هي من الأشياء المحبطة جدا إنه يعني إنك أنت تبتكر في الأساليب اللي بتطور بيها نفسك وبتطور بيها طريقة تدريسك، وهذه المجهود اللي أنت بذلته ما يجد أي صدى عند إدارات الجامعة، بل بالعكس إحنا هنا بنوصي إدارات الجامعات بأن هي تكرم وتحفز أيا كان التحفيز، تحفيز مادي أو تحفيز معنوي لهذا الأستاذ الذي يسعى للتطور وهذا المعلم الذي يسعى للتطور. طيب أيضا عندنا نقطتين أخيرات في إدارات الجامعات: ابتعاث الكوادر العلمية للجامعات العالمية المرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل اكتساب الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني عموما والتقييم الإلكتروني الذكي بصورة خاصة. طبعا لابد من الاحتكاك الأكاديمي والاحتكاك البحث العلمي من أجل مزيد من اكتساب الخبرات في المجال. أيضا فتح أقسام علمية داخل كليات علوم الحاسب تكون منفصلة باسم الذكاء الاصطناعي. أيضا السعي لتحويلها في القريب العاجل إلى كليات منفصلة ببرامج وأقسام داخل الذكاء الاصطناعي. يعني شوف علوم الحاسب الآلي لما بدأ قبل يعني فترة ممكن 30 سنة أو 35 سنة بعد ما طلع من عباءة الرياضيات وانفصل وأصبح كلية قائمة بذاتها، هي نفسها يعني تقسمت وتطورت وأصبحت أقسام، عدة أقسام، وهذه الأقسام نفسها تطورت وأصبحت كليات منفصلة. أصبح عندنا كليات نظم المعلومات، أصبحت عندنا كليات تقنية المعلومات وهندسة البرمجيات وكذا. أيضا في بعض الجامعات اتجهت يعني حقيقة، ودي خطوات جميلة جدا من بعض الجامعات الموجودة في وطننا العربي، إنها فتحت فعليا يعني كليات متخصصة باسم كلية الذكاء الاصطناعي بطريقة أو بأخرى، وجعلت لها برنامج منفصل. ولكن الأغلبية لم يعني حسب متابعة محدثكم لم تفتح كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ونحن هنا مش بنتحدث عن كلية الذكاء الاصطناعي فقط، ولكن بنتحدث عن أقسام بداخل كلية الذكاء الاصطناعي. طيب في توصيات لأساتذة الجامعات: الاستعداد والتهيئة النفسية. يعني زي ما ذكرت في البداية قلت التطورات مرعبة، بصراحة التطورات مرعبة ومخيفة حتى لأهل التخصص، ولكن على الأستاذ إنه يتوقع كل شيء، تتوقع كل حاجة، تتوقع إنه الطالب اللي أنت بتدرسه ممكن هو بعد شوية يصير أفضل منك. يعني يمكن قبل أيام أنا كنت في محاضرة واحتجت انه يعني اسال جوجل، اتجه لجوجل واساله في سؤال معين للتاكيد ولتاكيده للطلاب، ما وجدت الاجابه. ففي اكثر من طالب قال لي شوف شات جي بي تي، يعني لاحظ الحته دي، الطلبه قال لي اسال شات جي بي تي، وفعلا دخلنا للشات جي بي تي ووجدنا اجابه فيها يعني درجه من الصحه او ممكن نتقبلها. فالان الطلاب هم يعني ليس يعني كطلاب الأمس، وهم مندفعين جدا 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 لهذا التطور. أيضا بالنسبة لنا النظرة المريبة والذكاء الاصطناعي ودمر التعليم والأشياء دي حق نخفف من الحدة بتاعت المعارضة، على أساس نقدر نتقبل. يعني النقطة الأولى والثانية دي تابعين لبعض، كل ما انت بالنسبه لك يعني سعيت نحو التطور واكتسبت مهارات في الذكاء الاصطناعي ننظر له كاداه مساعده. يعني انا بتذكر لما ظهر الجوال
كان بعض الناس محتجين على الجوال الذكي، فكانوا بيقولوا انه والله يدمر الذاكرة، ويعني ما عادت الذاكرة زي أول، وكانوا يعني ما راضين عن الجوال، ولكن يعني الآن أصبح خلاص يعني أداة عادية، وفي نفس الوقت يعني الزمن والطريقة اللي احنا كنا بنتبعها التقليدية في عملية التخزين بالنسبة للأسئلة للأرقام الجوالات وأسماء الأشخاص الآن زادت وتطورت، وأصبحت بدل النوت القديمة الآن أصبحت موجودة في ومخزنة في الجوال، وبالتالي يعني زادت، يعني الآن ممكن كل واحد يكون عنده أكثر من 1000 يعني جهة بتاعة اتصال في جواله، بالتأكيد مهما كتب في نوتة خارجية أو في ورقة خارجية ما حيستطيع، ولا حيستطيع إنه يتذكرهم، ولا حيستطيع إنه إذا كتبوا وسجلهم خارجيا إنه يرجع عليهم بنفس السرعة اللي بيوفر لنا الجوال الذكي، وبالتالي خلاص أصبح شيء من المسلمات. فإحنا عايزين التدرج اللي حصل في تقبلنا للجوال يكون أيضا بنفس السرعة بالنسبة لتقبلنا للذكاء الاصطناعي والتهيئة النفسية. طيب عندنا هدية أخيرة قبل الختام، يشرفني إنه أشارككم فيها، اللي هي الفيديو دي. هنالك تغيرات متسارعة جدا في عالم الذكاء الاصطناعي، وذلك يقتضي حتما بضرورة المتابعة. وأن تبدأ المتابعة اليوم خيرا من أن تبدأها غدا. ده إنتاج من برنامج اسمه فيدنوس اللي هو AI، ودي صورة، والصورة يعني جعلت منها إنها هي يعني ناطقة، لكن هي في الأصل صورة ثابتة، وممكن بعد كده المعلم والأستاذ الجامعي يدرك إلى أي مدى يمكن تطوير هذه الأدوات من أجل إيصال المعلومات إلى الطالب، وهو الهدف الأساسي. ممكن المدرس ينتج مثلا فيديوهات قصيرة وتترسل بالجوال، وخاصة بالنسبة لأطفالنا في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانويات ممكن تكون أداة مفيدة. دي اللي هي بعض المراجع اللي رجعت لها في إعداد هذه المادة العلمية. وفي الختام أشكر لكم حسن إنصاتكم، وفي انتظار مداخلاتكم واستفساراتكم. شكرا جزيلا. شكرا شكرا دكتور سعد، بارك الله فيك، معلومات رائعة وقيمة، ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتك. نعم أحبتنا الكرام، نعم أحبتنا الكرام، ومع محاضرتنا الثالثة لرئيسة قسم تعليم اللغة العربية في جامعة شيخنا محمد خليل الإسلامية بإندونيسيا، سعادة الدكتورة فيرا أندرياني جعفر، والتي تقدم محاضرتها التي بعنوان تطورات وتغيرات سلطة المعرفة للطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي. وإليكم أحبتنا السيرة العلمية للدكتورة، فالدكتورة فيرا أندرياني جعفر حاصلة على درجة البكالوريوس في جامعة الأزهر بالقاهرة، كلية الدراسات الإسلامية، وحاصلة على الماجستير في جامعة سان وان جيري بأندونيسيا، حاصلة على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية في جامعة سنونان أمبر الحكومية سورا أباي أندونيسيا، وأيضا مؤلفة كتب القصص القصيرة والحكايات والكتب المدرسية، مدرسة في قسم تعليم اللغة العربية، وهي رئيسة قسم تعليم اللغة العربية، محاضرة في الندوات عن التربية الأسرية، ومعلمة قراءة القرآن للأطفال الصغار. تفضلوا سعادة الدكتورة، مشكورة مأجورة ولكم الصلاحية. تفضلي دكتورة بيرا. طيب شكرا سيد عدنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الدكتور سيف السويدي، فضيلة الدكتور عدنان، السيدة الفاضلة أستاذة الدكتورة هند حسين عبيد، السادة المحاضرون دكتورة ندى محمد فؤاد،
أستاذ دكتور داود عبد القادر، دكتور سعاد مأمون، دكتورة فاطمة ملهم، وجميع أعضاء منصة أريد، وسيادة الحضور المعلمون والمعلمات، ومشاهدون الأعزاء، وخصوصا أعضاء اتحاد أقسام تعليم اللغة العربية جاوة الشرقية إندونيسيا. أشكر الله عز وجل على نعمه الوفيرة، وبالخصوص هذه الفرصة الذهبية حتى نستطيع أن نلتقي في هذه النظرة المباركة. وأشكر لكل من ساهم في هذه النظرة المفيدة جدا، سواء كان بتخطيط وبتنفيذ، وبالخصوص إلى منصة أريد الذي أعطاني فرصة ثمينة لأتكلم أمامكم تحت عنوان تطورات وتغيرات سلطة المعرفة للطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي. قبل كل شيء بالحقيقة يعني أستحي أن أتكلم أمامكم لأني الوحيدة الناطقة بغير العربية، وأعرف مكانتي وقدرتي في اللغة العربية، ولكني أقرر أن أتقدم أمامكم في هذه الندوة لأسباب. يعني أولا حبي للغة العربية ورغبتي في تعلم وتطور وتقدم وخدمتي للمجتمع والجامعة. طيب إلى الشاشة. نعم دكتور. طيب أنا أقدم شاشتي أو منكم؟ طيب طيب المقدمة. في الوقت الحالي انتشر استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بما في ذلك من طلاب الجامعات. نعلم بالفعل أن الذكاء الاصطناعي يحدث تغييرات في الحياة الفكرية للطلاب، خاصة عند استخدامه بشكل مفرط. أحد التغييرات التي ظهرت نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي يتعلق بسلطة المعرفة، حيث يفضل الطلاب إكمال الواجبات بمساعدة الذكاء الاصطناعي دون الرجوع إلى المعلمين أو المصادر الموثوقة الأخرى مثل الكتب الجامعية ورقية كانت أو رقمية. وقد قمت أنا بإجراء بحث يتعلق بهذا الأمر للعثور على إجابة الأسئلة التالية: أولاً، كيف ينتشر استخدام الذكاء الاصطناعي بين الطلاب وخاصة في قسم تعليم اللغة العربية؟ وما هي التغييرات المهمة التي يمكن التعرف عليها في الحياة الفكرية للطلاب فيما يتعلق بتحول سلطة المعرفة بينهم؟ هذا البحث هو بحث ظاهري نوعي، يهدف هذا البحث إلى دراسة الظواهر المختلفة مباشرة من الميدان، وتم إجراء البحث في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة شيخنا محمد خليل الإسلامية مدينة بنكالان إندونيسيا. Next. طيب، لمحة عن الذكاء الاصطناعي: هو مجال من مجالات العلوم الحاسوبية يركز على تطور نظم ذكية قادرة على تنفيذ مهام تتطلب فهم وتفاعل مشابه للذكاء البشري. ويتنوع تطبيق الذكاء الاصطناعي من الروبوتات والمحادثات الذكية إلى تحليل البيانات الكبيرة والتنبؤ بالسلوك البشري. يعتبر الذكاء الاصطناعي ميدانا متقدما يستمر في التطور، ويستخدم في مجموعة متنوعة من الصناعات والتطبيقات لتحسين الأداء وتيسير العديد من العمليات. ومن فوائد الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، يعني في بلاد إندونيسيا: أولاً، تحسين التفاعل. يمكن للأنظمة الذكية تحسين التفاعل المتعلم مع المحتوى اللغوي، سواء كان ذلك من خلال تقنيات مثل التعلم الآلي أو الروبوتات التفاعلية. وثانيا، تخصيص التعلم. يمكن للذكاء الاصطناعي توفير تجارب تعلم مخصصة لكل فرد استنادا إلى مستوى معرفته واحتياجاته اللغوية الفردية، مما يعزز فعالية عملية التعلم. ومن فوائده أيضا الثالث، يعني المعلم الافتراضي.
تطوير معلم افتراضي قائم على الذكاء الاصطناعي يمكنه تقديم إرشادات فردية للطلاب في فهم قواعد اللغة والمفردات والنطق العربي. يمكننا أيضا استخدام برامج دردشة الآلية للإجابة على أسئلة الطلاب وتقديم المساعدة أثناء التعلم. ورابعا، تعريف الصوت والنطق. استخدام تكنولوجيا تعريف الصوت يساعد الطلاب في ممارسة النطق والكنة العربية، ونظام تقييم النطق يقدم تغذية راجعة فورية واقتراحات لمساعدة الطلاب في تصحيح أخطائهم. ونخطو إلى تعريف سلطة المعرفة. مفهوم السلطة جاء في لسان العرب أن السلاطة هي القهر، وقد سلطه الله فتسلط عليهم. وفي دائرة المعاجم الأجنبية تعني سلطة بصورة عامة، يعني تفوق يتملكه الفرد ويمكنه القدرة على التأثير في الآخرين. ومفهوم المعرفة يعود مفهوم المعرفة من الناحية اللغوية إلى الأفعال عرف وعلم أو أدرك، وهي قد تعني القدرة على ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقيق مهمة محددة أو إيجاد شيء محدد، وهذه القدرة لا تكون إلا عند ذوي المهارات الفكرية. أما مفهوم المعرفة من حيث المعنى الاصطلاحي فقد تعددت التعريفات لتعدد المدارس والمناهج الفكرية واختلاف نظرة العلماء والفلاسفة. وأخذ واحد منهم، يعني المعرفة أوسع وأهم وأشمل من العلم، ويقصد بها إحاطة العلم بالشيء، أي أنها تتضمن معارف علمية وغير علمية. ويمكن التفريق بين المعرفة العلمية وغير العلمية على أساس أسلوب البحث العلمي ومناهجه. في النظرية النقدية، المعرفة والسلطة، أي المعرفة سلطة، هو مصطلح طرحه الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، حيث تقوم السلطة على المعرفة وتستفيد من المعرفة. من ناحية أخرى، تعيد السلطة إنتاج معرفة من خلال تشكيلها وفقا لنواياها المجهولة. تعيد السلطة تأسيس مجالات ممارسة الخاصة بها من خلال المعرفة. نستطيع أن نتعرف على أوجه وأشكال سلطة المعرفة، سلطة أنظمة المعرفة. هذه السلطة التي فعلت على طول التاريخ فعلها بقوة وبمستويات عالية من التأثير، ولكن لا يمكن صبرها والتعرف على فعالياتها إلا من خلال الفهم الحديث للسلطة، وهو بلا شك فهم مفتوح يجب أن يتجاوز نفسه باستمرار. فالفهم التقليدي كان يعتقد دائما أن المعرفة هي مجرد أداة في يد الإنسان يتصرف بها كما يشاء أو يستغلها كما يشاء، إلا أن الأبحاث الحديثة سواء كانت تتعلق بالنظمة المعرفية أو الإيديولوجيا حتى العلوم أثبتت مدى القوة التي تمتلكها المعرفة، والتي تتجلى في المبادئ والمقولات والمفاهيم والرموز. وتقع هذه السلطة تحت تأثير المتأثرين بها، وغالبا دون وعي بهذه السلطة، أي دون شعور بالسيطرة على ما تشكل علاقة بين الفرد وأفكاره وتفكيره. وفي عصر الذكاء الاصطناعي أصبحت سلطة المعرفة أوسع مع سهولة الوصول إلى مصادر العلم والمعرفة. وبالطبع بعض الناس يقولون إن الفضاء الإلكتروني هو فضاء بلا سلطة، وبالتالي فإن الجميع أحرار في عبور الحدود التي لا ينبغي تجاوزها. على سبيل المثال، يمكن لأي شخص أن يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي عن الدين والقانون مثلاً، حتى لو لم يكن لديه خبرة في هذه الأمور. لكن في الواقع هناك سلطة وهيمنة في الفضاء الإلكتروني. على سبيل المثال، يتمتع تويتر مثلا أو أي تطبيق بحذف المحتوى الذي يعتبره مخالفا للقواعد. نعلم أيضا أنه تم حظر العديد من الحسابات بواسطة تيك توك أو إنستغرام، وهذا يدل على أن السلاطة لا تزال موجودة حتى في هذا الزمان في عصر الذكاء الاصطناعي. و
أتكلم عن البحوث السابقة حول سلطة المعرفة، حول تحول سلطة المعرفة. تم إجراء البحوث حول التحولات في سلطة المعرفة من قبل العديد من الباحثين، ومنها البحث الذي قام به عبد المجيد ومسكي في إندونيسيا بعنوان التعلم الرقمي في القرآن، تغيير نظام الإسناد وتأكيد السلطة الجديدة. يحلل هذا البحث ظاهرة التغييرات في نظام الإسناد في تعلم القرآن الكريم من خلال تطبيق قرأة، هذا اسمه تطبيق قرأة. ويوفر هذا التطبيق خدمات تعلم القرآن الكريم مدعمة بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتصحيح قراءة المستخدمين، بحيث يكون لديهم معلم افتراضي يعلم القرآن في أي مكان وزمان. ويبين هذا البحث أن التغييرات في نظام الإسناد في نقل قراءة القرآن الكريم هي حتما ناجمة عن التحول الوسيطي، أي ميديا مورفوسيس، مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي هذا السياق تحدث هذه التغييرات يسبب 4 أمور رئيسية، وهي احتياجات الصانعة وطلبات احتياج التكنولوجيا الأخرى ودعم الإجراءات واللوائح القانونية والضغط العام. وتحدث أثر هذا التغيير في عملية تحول وسائل نقل تلاوة القرآن الكريم أو حتى جميع وسائل نقل العلوم الإسلامية، وظهور التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي كسلطات دينية جديدة. تمام، أتكلم عن بحثي، يعني عرض البيان والتحليل. تم إجراء هذا البحث بحثي يعني في قسم تعليم اللغة العربية جامعة شيخنا محمد خليل الإسلامية، تقع هذه الجامعة في مدينة بنكالان بجزيرة مادورا مقاطعة جاوة الشرقية إندونيسيا. استخدم جمع البيانات لهذا البحث مقابلات مع العديد من الطلاب الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي في عملية التعلم، وتشمل أنواع الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها مثل شات جي بي تي أو شات بوت أو محادثة ذكية عبر واتساب، والعديد من تطبيقات الترجمة، وكذلك القواميس الإلكترونية والمعاجم الرقمية. يعد استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التعلم مفيدا جدا في تسهيل المهام، خاصة بالنسبة للطلاب الذين يتخصصون في تعليم اللغة العربية، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا باللغة العربية. فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يساعد كثيرا في نقل اللغة من الإندونيسية إلى لغة أجنبية والعكس. طيب، سلطة المعرفة للطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي. في المجتمعات الإسلامية غالبا ما ينظر إلى السلطة على أنها ظاهرة اجتماعية، لذا يمكن القول إن مسألة السلطة في الإسلام هي شكل من أشكال التفاعل بين الواقع الاجتماعي وبناء المعتقدات الدينية. ولذلك ليس من المستغرب أنه في المجتمعات الإسلامية التقليدية في إندونيسيا يتمتع كياي هذا الشيخ أو ملا في إيران مثلا، رئيس القوم أو المعلمون بسلطة مهمة في حياة الناس، سواء في المجالات الاجتماعية أو العلمية. ومع ذلك مع مرور الوقت حدث تحول في سلطة المعرفة من البناء الاجتماعي إلى البناء الرقمي. هذه هي الظاهرة التي حدثت بين الطلاب الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في هذا البحث. يبدو أن الطلاب ومعظمهم أيضا من طلاب المدارس الداخلية الإسلامية لا يشيرون دائما إلى كياي أو إلى الشيخ أو المحاضرين فيما يتعلق بصحة المعرفة التي تم الحصول عليها عبر الذكاء الاصطناعي عندما يتلقون المهام مثل كتابة البحث العلمي. ولكن عندهم طرق الطلاب لتحقق من صحة نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، أولا بالنظر إلى الشعبية العالية للمراجع التي يستخدمونها في محرك بحث جوجل. وبحسب الطلاب، فإن المواقع الموجودة في الصفحة الأولى لمحرك البحث جوجل هي مجموعة المواقع التي يبحث عنها الأشخاص كثيرا،
وهذا يدل على سلطة في المعرفة. وثانيا طريقتهم بمطابقة نتائج بحثهم مع آراء الخبراء المنشورة على الإنترنت. على سبيل المثال بالنسبة للمسائل الدينية، فإنهم يتحققون من صحة نتائج بحث من الذكاء الاصطناعي بكلمات الدعاة المشهورين في إندونيسيا. ثالثا بمطابقة نتائج البحث التي يحصلون عليها مع المجلات المعتمدة التي تنشرها جامعات معروفة. إنهم على يقين من أن جميع المقالات هناك قد خضعت لعملية مراجعة صارمة. استنتاج من بحث، ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها في هذا المجال، تبين أن هناك تحولا في سلطة المعرفة بين الطلاب الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. وفقا للطلاب، فإن التحقق من الصحة باستخدام طرق مذكورة أعلاه هو أكثر عملية ولا يتطلب المزيد من الجهد كذا. واقتراحات التوصيات، يجب أن تكون هناك لقاءات مباشرة ومكثفة بين الطلاب والمعلمين، وليس تعلم عن بعد فقط. ومع ذلك لا يزال الطلاب بحاجة إلى تلقي التوجيه في مجال الأخلاق وليس العلوم وحسب. ثانيا، لا ينبغي للمدرسين والمعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي أن يقوموا بتدريس المعرفة فحسب، بل يجب عليهم أيضا فهم خصائص الطلاب والتصميم للتعليم الابتكاري وإنتاج محتوى تعليمي إبداعي. وقبل الختام، أنا عندي يعني وجدت اقتباس: نحن لا نموت حين تفارقنا الروح وحسب، ونموت قبل ذلك حين تتشابه أيامنا، ونتوقف عن التغيير حين لا يزداد شيء سوى أعمارنا وأوزاننا. طيب، شكرا، وأعتذركم على المحاضرة البسيطة والتقديم البسيط. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا دكتورة فيرة على هذه المحاضرة الرائعة، ونحن بكل فخر نعتز بكم ونعتز بمجهوداتكم الجبارة في تعليم لغة القرآن، بارك الله فيكم وبجهودكم. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم. نعم أحبتنا الكرام، محاضرتنا التالية مع المهندسة فاطمة ملحم، وهي استشارية في تكنولوجيا التعليم، وعنوان محاضرتها تصميم المحتوى التعليمي في عصر الذكاء الاصطناعي. وإليكم أحبتنا الكرام سيرتها العلمية. فالدكتورة فاطمة ملحم حاصلة على إجازة في الهندسة المعلوماتية وعدد من دبلومات التربوية، وهي متخصصة في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي. حاصلة على دبلوم إدارة مكاتب من الجامعة الأمريكية في بيروت، وأيضا دبلوم المينستري من الجامعة الأمريكية في الأردن. مديرة تنفيذية لعدد من المؤسسات التربوية لمدة 15 عاما، مدربة دولية وكوتش مدرسي معتمد، واستشارية تعليمية لدى شركة تكنو كلاس، ومدرسة في جامعة الحكمة العالمية في كلية الذكاء الاصطناعي، مدرسة لدى أكاديمية تطوير التعليم، مؤسسة أكاديمية ديجيتال إيج إدوكيشن المسجلة تحت اسم ديجيتال إيج LLC في الولايات المتحدة الأمريكية، سورية الجنسية ومقيمة في فرنسا. نسأل الله أن يزيدكم من علمه وفضله. لكم الصلاحية كاملة سعادة الدكتورة، فتفضلي مأجورة مشكورة. تفضلي دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياكم الله. تفضلي دكتورة. شكرا جزيلا لكم، ثواني وأنا أقوم بمشاركة العرض. هل العرض واضح والصوت واضح؟ نعم دكتورة، نعم تفضلي على بركة الله، تفضلي. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله.
يسعدني ويشرفني أن أكون متواجدة اليوم مع هذه الكوكبة العلمية العظيمة جدا. يعني كنت أستمع إلى زملائي بالكثير الكثير من الاهتمام والكثير من الغبطة لنفسي وللحضور. إن شاء الله أن يكون هناك إضافة أيضا من القسم الذي سأتحدث عنه بإذن الله تعالى. معكم فاطمة ملحم، وسأتحدث اليوم عن موضوع هام جدا جدا، وهو هام لجميع التربويين والعاملين في التربية والتعليم، وهو تصميم المحتوى التعليمي في عصر الذكاء الاصطناعي. للحقيقة، وقبل أن نبدأ بتصميم المحتوى التعليمي في عصر الذكاء الاصطناعي، أثناء تواجدي في لبنان وإدارتي لأحد المؤسسات التربوية هناك مع بداية جائحة كورونا، طلب منا أن نقوم بتصميم المحتوى التعليمي لمنصة مدرسية تشمل جميع الصفوف من الروضة الأولى وحتى صف الثالث الثانوي، ما يسمى وما يعرف بـ K-12. وتقريبا أنتجنا ما يتراوح بين 5000 و5400 فيديو تعليمي يشمل المنهج اللبناني كاملا، بالإضافة إلى الألعاب التعليمية المنسجمة مع محتويات هذه الفيديوهات. هذه التجربة على قدر ثرائها بالنسبة لنا كفريق بشكل عام، ولكن على قدر ما بيّنت لنا أهمية وصعوبة وتحديات تصميم المحتوى التعليمي بشكل عام، لدرجة أننا في العام التالي أخذنا القرار بإعادة تصميم جميع المحتوى، ولم نعتبر أننا بذلك قد خسرنا، وإنما اكتسبنا الكثير والكثير من الخبرات. أبدأ وأستشهد بهذه القصة لأنني أتحدث اليوم عن موضوع هام جدا جدا، وهو ليس موضوع فقط لمداخلة، وإنما هو موضوع لكورسات كبيرة والمحاضرات كبيرة تخص تصميم المحتوى التعليمي بشكل عام في العصر الرقمي، وبتصميم المحتوى التعليمي في عصر الذكاء الاصطناعي. أشكر جدا الدكتور سعد، وسأعيد وأكرر أحد التعاريف التي قالها، وهي أن الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي يشير إلى قدرة الآلات على محاكاة سلوكنا البشري من حيث قابلية التعلم، مهارات التفكير، وحل المشكلات. والسبب في إعادة ذكري للتعريف هو أننا اليوم يجب أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي حتى حدود اليوم، يعني حتى حدود 9 ماي 2024، 9 أيار 2024، ولا نتحدث على المدى الطويل كما أفرد الدكتور أن هناك تطويرات هائلة تجري، وسنتحدث عن هذا الأمر. بالإضافة إلى التطور الحاصل، أننا أول ميزة ذكرناها للذكاء الاصطناعي هي قابلية التعلم. أننا الآن نتعامل مع آلات قابلة للتعلم، وبالتالي سيكون إنتاجها للمحتوى التعليمي متطور بشكل هائل وبشكل كبير. النقطة الثانية التي لا بد من إثارتها عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي هو: هل الذكاء الاصطناعي سيلغي دورنا في تصميم المحتوى التعليمي؟ اليوم عندما أنتجنا محتوى تعليمي لمدرسة لمنصة شاملة، كنا فريق مؤلف من 40 شخص، فهل سيأتي الذكاء الاصطناعي ليحل مكان ال40 برأيكم؟ أنا هنا سأحتاج إلى أن تكتبوا لي على الشات، سأجري أنا وإياكم تجربة صغيرة على تطبيق صغير، وسأقوم برسم بعض الرسمات، وأريد منكم أن تقوموا بالتوقع ماذا نرسم الآن. سأبدأ بالرسم، وأرجو أن تكتبوا لي على الشات ماذا نرسم الآن بحسب توقعكم. ماذا نرسم الآن؟ هل يستطيع الحضور الإجابة على الشات؟ أم جداول؟ تمام. دكتور ندى عم تقول أيضا جداول. ما رأيكم؟
تبين بأن هذه الرسمة هي لكيبورد أو لوحة مفاتيح. ما الذي حصل الآن؟ كيف تحول رسم الرديء المتقطع المائل الخطوط إلى رسمة جيدة ومرسومة بعناية، أو ما نسميه برسمة رقمية أو ديجيتال؟ اللي حصل الآن إنه عندنا تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي البسيطة جدا الجميلة جدا، والتي يستشهد بها دكاترة الجامعة في جامعة، أنا أحد الدورات الملهمة التي حضرتها عن الذكاء الاصطناعي في التعليم هي جامعة ماكويري في سيدني أستراليا، ويستشهدون بهذا التطبيق البسيط جدا كأداة لتطوير الرسم لأشخاص مثلي، هم ليسوا بارعين في الرسم. فأنا اليوم قد أكون لا أمتلك مهارة فنية معينة، وبحاجة لمن يساعدني، لمن يرفدني. باستخدام الذكاء الاصطناعي تم تصميم هذا التطبيق المبني على تعلم الآلة أو المشين ليرنينج، ويقوم هذا التطبيق بأن يتنبأ، عم يحذر، يتنبأ ماذا أقوم بالرسم، ويضع لي خيارات في أعلى الشاشة لأقوم باختيار الرسمة التي تعبر عن ما هو يدور في ذهني. طبعا الاستشهاد بهذا الموضوع هو من باب الاستئناس بأننا لن نقول عنه ذكاء اصطناعي AI، وإنما سنسميه IA. والمقصود بالـ IA هنا Intelligence Augmentation، يعني توسعة الذكاء. وبالتالي لن نقول بأننا عندما سنصمم المحتوى التعليمي باستخدام الذكاء الاصطناعي سنستبدل الكوادر التعليمية والكوادر التي تعمل في مجال التصميم والأشخاص المتخصصين في الـ Instructional Design وتصميم التعليم وكل هذه الخبرات، وإنما سنضيف إليهم، ستتم الإضافة إليهم. ولكن للحقيقة لا ندري إلى متى هذا الكلام سيكون دقيق. والسبب أننا الآن عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي فيجب أن نكون منطقيين وواقعيين بالنظر إلى الفيسز أو مراحل التطور. في أي طور من أطوار الذكاء الاصطناعي نقف الآن؟ الذكاء الاصطناعي يمر بثلاث أطوار أساسية. الطور الأول هو الذكاء الاصطناعي الضيق، وهو الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بعمليات محدودة في مجالات محدودة. صحيح أن هذه العمليات هي ذكية، ولكنها في مجال معين حصراً. بالإضافة إلى أننا في الذكاء الاصطناعي الضيق ليس لدينا قابلية التكيف، يعني تطبيق الذكاء الاصطناعي ليس لديه قابلية التكيف، ليس لديه القدرة الكبيرة على التعلم التي ذكرناها في بداية المحاضرة. وحالياً حتى اليوم معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي سواء كانت في التعليم أو في تصميم المحتوى أو في أي مجال آخر هي لا زالت في الذكاء، معظمها في الذكاء الاصطناعي الضيق، وبدأ بعضها ينتقل إلى الذكاء الاصطناعي العام. كنا نقول بأننا لا نعلم متى سنصبح في طور الذكاء الاصطناعي العام، وهو الطور الذي سيصبح فيه الذكاء الآلات أو الذكاء الاصطناعي موازي لذكاءات، خلينا نقول ذكاء البشري. وبحسب إيلون ماسك الذي صرح في الأسبوع المنصرم بأن الذكاء الاصطناعي العام متوقع له أن يكون موجوداً في الـ 2025 أو الـ 2026 على أقصى تقدير. يعني في المحاضرة السابقة كنت أقول للموجودين بأننا لا نعلم متى سيصبح الذكاء الاصطناعي جميعه في الطور العام. إيلون ماسك جاوبنا الأسبوع الماضي بأحد تصريحاته بأن الذكاء الاصطناعي العام سيكون موجوداً بحلول عام أو عامين على أقصى تقدير، وبالتالي سيكون لدينا ذكاء اصطناعي ليس فقط ذكي، وإنما هو أذكى من أذكى إنسان في العالم. لماذا؟ لأنهم في الذكاء الاصطناعي العام يضعون معظم الذكاءات، جميع الذكاءات. نحن نعلم بأن هناك
نظرية تسمى الذكاءات المتعددة، ونعلم بأن هناك مهارات تفكير عليا هي التي يتم محاكاتها الآن بالذكاء الاصطناعي والعمل عليها. وبالتالي إذا كان أنا لدي الذكاء المنطقي وليس لدي الذكاء الفني الذكاء السمعي، فسوف يصبح هناك ذكاء اصطناعي يمتلك الجميع، وبالتالي هنا لن نستطيع أن نقول بأن التطبيقات قد لا تكون إلا مساعد لنا، لأنها ستصبح منافس ومنافس شرس. ويجب من هذا المنبر ودائما أنوه إلى هذا الأمر أن نكون جاهزين لطور الذكاء الاصطناعي العام. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي الفائق فهو حتى اليوم غير متوقع متى سنصبح في هذا الطور. في هذا الطور يعني يصبح ما هو يحاكي أفلام الخيال العلمي، حيث ستتفوق الآلات ويتم الحديث هنا عما يسمى بظاهرة التفرد التكنولوجي، بحيث أن الآلات قد تكون منافس للبشر أو قد تقوم بالحكم في أماكن معينة، كما شفنا أو شاهدنا في بعض أفلام الخيال العلمي مثل أفلام ماتريكس وغيرها. طبعا لماذا نعرض هذا الكلام في طور الحديث عن تصميم المحتوى التعليمي في عصر الذكاء الاصطناعي؟ لنصل إلى استنتاج بأن الواقع الحالي لتطبيقات تصميم المحتوى التعليمي بالذكاء الاصطناعي هو متواضع حتى الآن، لأنه كما ذكرنا يدور في مدار الذكاء الاصطناعي الضيق وبدايات العام، ولكن المستقبل القريب جدا خلال أعوام قليلة واعد جدا، عندما يصبح هناك ذكاء اصطناعي يمتلك ذكاءات متعددة، ينتج هو الفيديو التعليمي، ينتج هو العرض التقديمي، ينتج هو الاختبار الرقمي، ينتج هو الهوية البصرية للمؤسسات الرقمية. فهنا المستقبل القريب جدا واعد جدا. أما المستقبل البعيد فللحقيقة لن نستطيع التكهن عنه أو ما هو مستقبل الذكاء الاصطناعي، وسنفتح النافذة لهذا الموضوع في نهاية المحاضرة بإذن الله تعالى. طبعا عندما نتحدث عن كلمة تصميم فنحن نتحدث هنا عن لمسات فنية، ودائما في موضوع تصميم المحتوى التعليمي يتم أو نقوم بالتدرج مع الفرق التعليمية والقائمين على العملية التعليمية بأن نعطيهم ما يسمى بدورات محو أمية التصميم لغير المتخصصين، لأننا اليوم بحاجة للخطوط العامة للموضوع، بحاجة للنظرة العامة ومعرفة معلومات عامة عن علم الألوان، عن عجلة الألوان، عن تفاصيل تصميمية هامة جدا جدا. هنا أحضرت لكم بعض التجارب فيما يخص موضوع الرسم والفنون بالذكاء الاصطناعي، ونلاحظ بأن الحالة الأولى هي عبارة عن رسومات قام بها ذراع روبوت في محاولة منه لرسم زهور، وفي المحاولة الثانية تم إسقاط أسلوب فني لأحد الرسامين على لوحة فنية لرسام آخر بطريقة جدا جيدة، والنتائج كانت أيضا جيدة. والمثال الثالث هو ابتكار قصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وابتكار شخصية ووجه لهذه القصة، وعرض هذا الوجه بثلاثة أجيال لامرأة. طبعا عرضوا الوجه وقاموا بتأليف القصة كلها بناء على الذكاء الاصطناعي، وتم اختراع هذه الشخصية بشكل كامل مع قصتها بالذكاء الاصطناعي. فإذا كنا نتحدث الآن عن موضوع التصميم بشكل عام، فالعمل يجري على قدم وساق في مجال التصميم. أنضم دائما وأتابع ما يشير إليه المصممين في موضوع الذكاء الاصطناعي، وهم كفاليات النحل يحاولون مواكبة التحديثات التي تحصل، ونحن أيضا المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي والتدريبي بحاجة أن نكون أيضا كذلك، وسنشير إلى هذا الأمر إن شاء الله في التوصيات. الآن عندما نتكلم عن محتوى تعليمي رقمي، قبل أن نقول عن إنتاجه بالذكاء الاصطناعي، يجب أن نعرف ما هي مميزات المحتوى التعليمي. عندما ينتج لي الذكاء الاصطناعي محتوى، يجب أن أكون قادرة على تقييم هذا المحتوى وتقييم جودة هذا المحتوى، هل هو جيد أم لا؟ هل هو مطابق للمعايير أم لا؟ في هذا الفيديو سنتابع معا
العوامل الخمسة الأساسية الهامة التي تميز المحتوى التعليمي الرقمي. هل تعلم أن التعليم الإلكتروني ينمو بسرعة؟ عند تصميم المحتوى التعليمي يجب مراعاة عدة نصائح مهمة. أولاً، حدد الأهداف التعليمية بوضوح لتوجيه المتعلمين. ثانياً، استخدم وسائل تفاعلية مثل الألعاب والمحاكاة لزيادة الانخراط. ثالثاً، قدم المحتوى بطريقة مبسطة ومنظمة لتسهيل الفهم. رابعاً، تأكد من تنوع المحتوى ليناسب جميع الأساليب التعليمية. خامساً، استخدم القصص والأمثلة الواقعية لجعل التعلم أكثر صلة بالحياة اليومية. وأخيراً، لا تنسى تقييم التعلم من خلال الاختبارات والتغذية الراجعة. هل أنت جاهز لإنشاء محتوى مؤثر؟ طبعاً هذه العينة للعناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها المحتوى التعليمي الرقمي تم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي وب30 ثانية فقط. طبعاً لها ما لها وعليها ما عليها من الإيجابيات والسلبيات، ولكنها تعتبر حالياً من أفضل العينات، وسأخبركم عن التطبيق الذي استخدمته في إنتاجها إن شاء الله في سياق الجلسة. هل تعلم أن التعليم الإلكتروني ينمو بسرعة؟ طبعاً عندما نقوم بعد الانتهاء من فكرة محؤومية التصميم لغير المتخصصين، نبدأ بالحديث عن ثلاثية، ودائما أفضل أن أذكر هذه الثلاثية مع بعضها البعض، لأن هذه الثلاثية جميعها مرتبطة بالبصر، ونعلم أن تصميم المحتوى التعليمي له علاقة بشكل كبير بما نراه أمامنا. فلدينا ما يتعلق بالتغذية البصرية التي يجب أن نقوم بها قبل تصميم المحتوى، بناء الهوية البصرية للمؤسسات التعليمية بشكل رقمي، وفي التسلسل الهرمي البصري أثناء سرد المحتوى وأثناء صياغة المحتوى وكتابته، سواء كان بالفيديوهات، سواء كان بالعروض التقديمية والباوربوينت، أو عندما نرسل للطلاب الأوراق التعليمية وأوراق العمل وغيرهم. طبعا هنا سنلاحظ بأن كل عنصر من هذه العناصر يتأثر بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي. في موضوع التغذية البصرية، نلاحظ في السنوات الأخيرة بأن عدد كبير من المؤسسات التعليمية نزحت إلى الألوان التي تميز الذكاء الاصطناعي، والتي تميز عصر التطور المعرفي وعصر تطور مهارات التفكير العليا بشكل أساسي، الألوان المائلة إلى تدرجات البنفسجي، وهي كثيرة لأننا نعلم بأن البنفسجي بشكل أساسي يعبر عن الإبداع والكرياتيفيتي، وأيضاً إلى الألوان الزرقاء والزرقاء الغامقة، وإلى استخدام الأيقونات والعناصر التي توحي بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي وغيرها. فحتى الآن موضوع التغذية البصرية يتغير بشكل سريع خلال السنتين السابقتين، وخلال السنوات القادمة سيتغير أيضاً بشكل سريع. فيما يخص بناء الهوية البصرية، بدأنا نرى أدوات ووسائل سريعة جدا جدا تستطيع أن تساعدنا بهذا الأمر. وصراحة موضوع بناء الهوية البصرية هو تحدي كبير للفرق التعليمية، وهناك فجوة كبيرة بين المعلمين والعاملين في المجال التعليمي وبين المصممين في هذا المجال. الآن من خلال الذكاء الاصطناعي نحن نستطيع أن نسأله عن استشارات في هذا الموضوع، وأيضا الأكثر من ذلك أننا نستطيع تصميم الهوية البصرية كاملة باستخدامه. وهناك أحد الشعارات المصمم في داخل هذه الشريحة مصمم بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما فيما يخص التسلسل الهرمي البصري، فهنا التغير طفيف، لازلنا نتحدث عن العناصر بشكلها المألوف، بأن يكون كما لاحظتم في الفيديو النص موجود في المنتصف، يتم الإشارة إليه باستخدام بعض العوامل، أيضا الصور المستخدمة مناسبة وغيرها من العوامل. في البداية عندما تتحدث عن أفكار لتصميم المحتوى التعليمي، يجب أن ننوه بأن لدينا كنز من الاستشاريين الشاملين والمجانيين، وهي النماذج اللغوية الكبرى على رأسها تشات جي بي تي، و
الذي صدر في نهاية 2022 تقريبا، وفورا لحقه بأشهر قليلة، يعني خلال 4 أشهر تم صدور تشات جي بي تي، من بعده جوجل بارد الذي سمي لاحقا بالجيميناي، وحاليا نرى الإبداع الذي تقدمه شركة مايكروسوفت من خلال كوبايلوت، وخصوصا مع إدماجها للكوبايلوت مع حزمة المايكروسوفت أوفيس التي هي من أكثر الحزم التي يستخدمها المعلمون والمدربون بشكل عام. فهنا ستقوم ببصمة نوعية في مجال تصميم المحتوى من خلال إدماج ميزات الكوبايلوت في جميع التطبيقات وحزمة مايكروسوفت أوفيس. عندما نتحدث عن هذه النماذج وكيف أستفيد منها بأقصى درجة لأصمم محتوى تعليمي ذو جودة عالية، فهنا سندخل نحن الكوادر التعليمية والتدريبية إلى علم ما يسمى بهندسة الأوامر النصية أو البرومبت إنجينيرينج، ويجب أن نتعلم المفاتيح الأساسية لصياغة الأمر النصي للذكاء الاصطناعي وللنماذج التي ذكرناها في الشريحة السابقة، بحيث تعطيني أفضل نتيجة بأقصر وقت. وهنا هناك ما يسمى بالسيفن اس فريم ورك، وهي موضوعة بهذا الاسم لأن كل اس تعبر عن مصطلح، لذلك تركتها باللغة الإنجليزية وسأترجم أثناء الشرح. طبعا عندنا 7 اس: set the scene, specify details, select keywords, simplify language, structure with bullets, set priorities, share feedback. هنا المقصود بهذه المصطلحات أننا يجب أن نخبر الذكاء الاصطناعي بشكل تفصيلي ودقيق مع ذكر الكلمات المفتاحية التي نرغب بأن تكون أساسية في ما ينتجه لنا من محتوى تعليمي. أن نكتب بلغة مبسطة بدون تعقيد، ليست قابلة للفهم بعدة طرق وإنما تفهم بطريق واحد. أن نحدد له نقاط معينة: أريد كذا ثم كذا ثم كذا، مع ترتيب الأولويات، وبعد أن ينتج لي النتيجة، وهذا ما يغفل عنه الكثيرون، يجب أن أعطيه الفيدباك، يجب أن أعطيه هل أعجبني أم لا، أكتب له عبارة: هل هذا الشيء الذي أنتجه مطابق لما أحتاجه أم لا. ما يقوم به بعض التربويين الآن أننا في حال لم يعجبنا الإجابة نغلق شات جي بي تي ونعمل بأنفسنا، لا بأس، ولكن من الأفضل أن نخبره بأن الإجابة التي صدرت منك أو التصميم الذي صممته لي أو المحتوى الذي اقترحته علي غير مناسب بسبب كذا وكذا، وأريد منك أن تجوده، لأن هذا الفيدباك أيضا سيفيد الجميع، جميع مستخدمي هذه التطبيقات، لأنه سيقوم بالتعلم منه كما أشرنا في البداية بسبب قابليته للتعلم من المدخلات المتكررة التي يقوم بها المستخدمون. هنا عينة من أحد الأوامر النصية التي تحقق الـ 7S Framework بهدف أن أصمم شيء يشبه رؤيتي بمؤسستنا الرقمية، التعليم في العصر الرقمي، وهذه كانت النتيجة، وكانت بالنسبة لي جدا مرضية وجميلة مناسبة للهدف الذي من أجله كتبت الأمر النصي. طبعا بخصوص أدوات تصميم المحتوى، فما سأعرضه الآن هو غيض من فيض، وهنا دائما في جميع المحاضرات أنوه للزملاء الأساتذة العاملين في التربية والتعليم أن لا نغرق في التطبيقات، بمعنى لا، ليس كل ما نراه من تطبيقات هي تطبيقات أهل لأن نستغرق الوقت الطويل في تجربتها والغوص فيها، ومن ثم نتفاجأ في النهاية بأن هذا التطبيق يعطيني تجربة واحدة ويقفل الميزات، أو أن هذا التطبيق في اليوم التالي أو في الشهر التالي اختفى، كون الشركة قد تكون ناشئة وحديثة وهي تقوم فقط بالتجارب، أو لأن هذا التطبيق تجاري فقط ولم يقم بتصميمه خبراء بحيث أن ينتج لنا محتوى خبيث. فهذه أول نصيحة وأنصحها لنفسي وللجميع.
من سيقوم بمناقشة التطبيقات إذن التي تنتج؟ هذا دور المتخصصين. يعني أنا اليوم دوري قبل أن نعطي دورات كثيرة في الذكاء الاصطناعي في التعليم، فقبل أن أبدأ بأي دورة جديدة يجب أن أقوم بمراجعة التطبيقات الجديدة وأخذ الوقت والجهد الكافي لتقييمها وتجربتها، ولكن ليس كل معلم عليه هذا الدور، وهنا يتم خداع المعلمين الأيقونات البراقة عندما يقولون لنا 50 تطبيق، 100 تطبيق، 1000 تطبيق، هذا لا يعني. طبعا هنا وضعت لكم عينة من التطبيقات التي نقوم بالعمل عليها، ووضعت لكم بلون مميز التطبيقات الأهم فالأهم. سأشير هنا إلى كانفا، وكما نعلم كانفا الآن تقوم بمنافسة شركة أدوبي بشكل كبير، وخصوصا بعد استحواذها على شركة أفينيتي المتخصصة في التصميم، وبعد تطويرها لأدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة فيها، أصبح تصميم المحتوى بشكل عام وتصميم المحتوى التعليمي في كانفا هو متعة رائعة جدا جدا، أنصحكم بتجربتها. لماذا سأذكر أيضا كانفا؟ لأن كانفا أتاحت الفرصة للمعلمين بالحصول على اشتراكات برو مجانا من خلال تقديم فقط ورقة أو إثبات نجري لها سكان أو مسح ضوئي بأننا نعمل في مؤسسة تعليمية مع ختم المؤسسة، وتقدمون في خانة Canva for Educators للمعلمين، وبعدها تحصلون على ميزات الاشتراك المدفوع مجانا كونكم معلمين. أيضا هذه الخطوة هي خطوة مثمنة من سلايدز جو. سلايدز جو في تصميم العروض التقديمية يعتبر تقييمه 50%، ليس لا ينتج أفضل شيء، ولكن الرائع والجميل بأن اشتراكه يعتبر رمزي جدا جدا، ويعطيكم هذا الاشتراك لسنة كاملة لمجرد كونكم معلمين أو أبرزتم الورقة التي ذكرتها لكم. فيمكنكم الدخول إلى سلايدز جو إلى حزمة الشراء والنظر في التسعيرات، ونظر في التسعيرات بالنسبة للمعلمين، لأن نحن اليوم عندما نتحدث عن تصميم المحتوى في عصر الذكاء الاصطناعي، فإما نحتاج إلى محتوى معظمه مجاني وذو جودة عالية، أو أن يكون مدفوع ولكن ضمن محدودية في موضوع عملية الدفع، لأن الأمر سيتطلب منا الاشتراك في الكثير من البرامج حتى الآن، ولا يوجد برنامج واحد يسد الاحتياج بشكل كامل بالنسبة للمعلمين والمدربين. طبعا جاما معروف أصبح بشكل كبير ويستشهد به الكثيرون على أنه تطبيق جيد، وأيضا له ميزاته، ولكن لديه بعض المشاكل الجوهرية في موضوع التسلسل الهرمي البصري الذي ينتج عنه، ولذلك يجب أن نكون متخصصين، يجب أن نكون لدينا خبرة في موضوع محكومية التصميم لغير المتخصصين في موضوع العناصر البصرية الهامة كمعلمين، لكي نستطيع أن نقيم هذا العرض التقديمي الذي يتم إنتاجه وأن نجوده لنستطيع تقديمه أمام الطلاب أو المتدربين أو أيا كانت الجهة التي نقوم بتقديم العرض التقديمي لها. فيما يخص الصور والأيقونات والهويات البصرية، فحتى الآن هناك تفوق كبير لمايكروسوفت ديزاينر، وكما أخبرتكم بأن هناك هوية بصرية موجودة في هذه الشريحة مصممة بشكل كامل باستخدام مايكروسوفت ديزاينر برؤية جميلة، والميزة هنا هي فقط بالأمر النصي الذي تم إعطائه للمايكروسوفت ديزاينر لينتج هوية بصرية مناسبة للاحتياج ولما نطمح له. أيضا لابد من التنويه إلى أدوات توليد الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصراحة على رأسها الإيفن لابس، ولم أفضل أن أذكر الكثير من التطبيقات لأننا كما قلنا لا نريد أن يضيع المعلمين في عدد التطبيقات وإنما في ميزاتها. ليوناردو منصوح به من قبل المصممين، وتطبيق ليوناردو AI الميزة فيه أنه يعطي المعلم كريدت يومية، يعني يعطينا 150 كريدت بشكل يومي، ف
فهو لا يقفل التطبيق في وجه المعلمين أو أيا كان الشخص الذي يقوم بالتصميم بمجرد تجربة أو تجربتين، كما يقوم بعض التطبيقات بهدف تشجيع على الشراء. طبعا التطبيق الذي أنتجت به الفيديو الذي رأيتموه هو Bith.ai، وهناك الكثير من التطبيقات الأخرى، ريندر فورست الذي يصمم الذي يعطي مقترحات مشاهد بحسب الذكاء الاصطناعي، فليكي دي اي دي والكثير غيرهم. أردت أن أنوه أيضا إلى أن هناك فرصة كبيرة بالذكاء الاصطناعي لتطبيقات الموبايل الهاتف المحمول، منها تطبيق دريم فيس، ومن لم يجربه أنصحه بأن يجربه. يعني قبل شوي كنت عم تقولي لنا لا تضيع وقتكم، والآن جربوا. نعم يستحق التجربة صراحة دريم فيس، ويعطي نتائج قد تكون يعني مناسبة نوعا ما بالنسبة إلى أننا في الذكاء الاصطناعي الضيق كما نعود ونؤكد حتى الآن. أعود وأشير بأن هذه فقط عينة بسيطة. أيضا بما يخص تطبيقات الموبايل، يجب أن ننوه بأن الكوبايلوت موجود على الموبايل أيضا، والتطبيقات جميعها تحاول أن توجد نسخة موبايل للإتاحة للاستخدام السريع بالنسبة لنا كمعلمين أو لأي مستخدم آخر للذكاء الاصطناعي. الآن سأريكم عينة لتصميم باستخدام مايكروسوفت ديزاينر. كان هناك مناسبة ليوم الأم العالمي أعتقد، ولم تكن المؤسسة قد جهزت نفسها بتصميم ما يشير إلى المناسبة. بمجرد عفوا كتابة عفوا الأمر، دكتورة فاطمة، عفوا نعم عذرا للمقاطعة، لكن يعني الوقت بدأ يعني تداركنا حبذا، لو باختصار قليلا. نعم 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 بارك الله فيكم وعذرا على هنا المقاطعة. نعم هنا تم إنتاج إنستغرام، حالة للإنستغرام باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضا ب30 ثانية فقط. وأيضا لابد من الإشارة إلى موضوع دمج عدة تطبيقات بما فيها تطبيقات الموبايل، بحيث نعطي الأمر النصي لأحد التطبيقات لينتج لنا الصورة الأولية. قد نقوم بعدها بتركيب صورة شخص إلى صورة أخرى لنحصل على نتيجة جديدة، وأيضا قد نقوم بتركيب فيديو لهذا الشخص وهو ينشد أنشودة العيد. أيضا الآن سننتقل، طبعا هذه التجارب يمكنكم أن تقوموا أنتم بها أيضا باستخدام التطبيقات التي ذكرناها لكم. أما في مجال التحديات فهي كبيرة للحقيقة، ولكني وضعت يعني ما أرغب بالتحدث عنه وضعت بعضها. هناك تحديات كبيرة فيما يخص اللغة العربية، وهذا لا يخفى على أحد. هناك تقدم في الأمر، ولكن تقدم طفيف وغير منسجم مع أهمية اللغة العربية وقوتها. هناك نقص في المعرفة لدى الشريحة كبيرة من المعلمين والمدربين. هناك أيضا فكرة وجود الهلوسة، وهو ما يعني بأن الذكاء الاصطناعي ينتج لنا معلومات غير دقيقة، وقد يخلط السم بالعسل في بعض الأحيان فينتج لنا معلومة تبدو في ظاهرها صحيحة ولكنها في الحقيقة غير صحيحة، ويسمى هذا المصطلح بهلوسة الذكاء الاصطناعي. هناك مشاكل كبيرة جدا فيما يخص الملكية الفكرية، ويتم الآن الحديث عن بصمة ديجيتال، بصمة رقمية لكل المعلومات سواء كانت فيديوهات أو صوت أو أي ملف رقمي بهدف حمايته. أيضا موضوع التكلفة، كما سبق وذكرنا بأن معظم التطبيقات تتيح لنا تجربة أو تجربتين مجانية وتقفل التطبيق. موضوع انتحال الشخصيات والمواضيع الأخلاقية الأخرى هي مواضيع شائكة جدا جدا، وهنا في هذا الفيديو يبدو لنا أحد المشاهير وهو يتحدث باللغة العربية وهو غير ناطق باللغة العربية. قد نستفيد من هذا الأمر بشكل إيجابي لترجمة الكلام، ولكن قد يتم استخدامه أيضا بشكل مسيء أو سلبي بأن يقول الشخص ما لا يرغب بقوله، وهذا الأمر أيضا يتم الحديث عنه عالميا. وأريد هنا أن أريكم أن حتى موضوع دقة حركة الشفاه أصبح فيه تطور جدا كبير فيما يخص تطوير وتصميم المحتوى التعليمي. التحدي التالي الذي يواجهنا في موضوع تصميم المحتوى
هو تصميم محتوى مخصص لبيئة الميتافيرس، والآن الشركات وجميع المسؤولين عن المؤسسات يتحدثون عن هذا الأمر. نحن الآن أصبحنا بحاجة لمتخصصين قادرين على تصميم محتوى مخصص لبيئة الميتافيرس، بحيث أن هذا المحتوى يستطيع أن يواكب ما يتم الحديث عنه في بيئة الميتافيرس. أننا سنكون في بيئة تفاعلية بالكامل، والمحتوى التعليمي يتم تقديمه للطلاب من خلال اللمس، من خلال الشعور، من خلال النظر، من خلال استخدام الحواس كاملة. وهذا أمر فيه تحدي كبير جدا جدا. لا نعلم كما ذكرنا ونوهنا في البداية متى سنكون أمام هذا الأمر، ولكن أيضا هو غير بعيد. ولدينا جلسة الأسبوع القادم إن شاء الله كتجربة أولى لأول محاضرة داخل بيئة الميتافيرس مع أحد الشركات، وسنقوم فيها بإعطاء محاضرة كاملة داخل بيئة الميتافيرس. طبعا التطبيقات الحالية في مجال الميتافيرس لا زالت متواضعة كما ذكرنا، ولكن مستقبلها للحقيقة واعد جدا. بما يخص التوصيات التي سنوصي بها في نهاية هذه المحاضرة، وأعتذر على الإطالة، أول وأهم الأمور بأن نكون أن تكون لدينا مواكبة حثيثة من خلال أن نرصد أهم التطورات العالمية، نتابع الصحف التي تنشر عن الذكاء الاصطناعي، نتابع أخبار الذكاء الاصطناعي من قبل المتخصصين، أيضا تفعيل قنوات تواصل قوية لزيادة نشر الوعي، وحضور مؤتمرات علمية ومؤتمرات عالمية بشكل أكبر، تمكين الكوادر من خلال برامج تدريبية شاملة للكوادر التعليمية مع التركيز بشكل كبير على التدريب العملي. حكم تواجدي بين المعلمين والمدربين فترات طويلة، أعلم بأن الكلام النظري مختلف عن الكلام العملي، لذلك نحن بحاجة للتدريب التطبيقي وتوفير قنوات دعم مستمرة لهم. أيضا كما نوهنا ودائما ننوه أننا بحاجة لتعزيز اللغة العربية بشكل كبير من خلال الأبحاث، من خلال الدعوة لتطوير تطبيقات عربية أيضا، ومن خلال إنشاء المحتوى التعليمي الرقمي العربي ودعمه والإكثار منه على جميع منصات الذكاء الاصطناعي ومنصات الإنترنت بشكل عام. أشكركم جزيل الشكر وأعتذر مرة أخرى للإطالة، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم معلومات خفيفة وأيضا مفيدة في نفس الوقت. شكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا سعادة الدكتورة فاطمة ملحم على هذه المعلومات الرائعة وعلى هذه المحاضرة الأكثر من قيمة، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم. نعم أحبتنا الكرام، مداخلتنا الأخيرة ومسك الختام مع سعادة الأستاذ الدكتور داود عبد القادر إليجيا، عميد عمادة الدراسات العليا بجامعة المدينة العالمية في ماليزيا، ومع محاضرته المشوقة التي بعنوان المنصات الرقمية ودورها في تطوير مهارات القرن 21 لدى الباحثين والكوادر العلمية وطلبة الدراسات العليا، منصة أريد أنموذجا. وإليكم أحبتنا السيرة العلمية للدكتور داود. يشغل الآن الدكتور داود عبد القادر منصب أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية اللغات وعميد عمادة الدراسات العليا والأمين العام للترقيات الأكاديمية بجامعة المدينة العالمية في ماليزيا. وله من الخبرات مدرس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية محي الدين للدراسات العربية والإسلامية في نيجيريا، وأيضا مدرس للغة العربية بمعهد أم القرى بمملكة كمبوديا، أستاذ مساعد بمعهد اللغة العربية في جامعة أفريقيا العالمية بالسودان، مشرف أكاديمي وممثل لمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية بأكاديمية الدوحة للدراسات الجامعية. ولسعادة الدكتور من الجهود البحثية والأنشطة الأكاديمية أكثر من 30 كتابا وبحث علمي منشور في المجلات العالمية والمحلية المحكمة، منها
كتاب قضايا نشر وتعليم اللغة العربية في أفريقيا غير العربية، وكتاب مشترك مع زميلي الأستاذ الدكتور عبد الناصر صبير بعنوان نحو إطار مرجعي موحد في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، نشرته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة. وله خبرة قرابة 30 عاما في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. وكذلك شارك الدكتور في أكثر من 50 مؤتمرا دوليا وندوة عالمية في مختلف الدول. أشرف على أكثر من 20 رسالة للماجستير والدكتوراه، وكما ناقش أكثر من 30 رسالة للماجستير والدكتوراه داخل وخارج ماليزيا. وقد قام بتقديم عدد من الدورات التدريبية والورش العملية في بعض المؤسسات والجامعات بدول مختلفة. وأيضا في بيت الخبرة بالمنصة، وعضو بالاتحاد الدولي للغة العربية بالإمارات العربية، وفي الجمعية الدولية لمعلمي اللغة العربية في لندن بالمملكة المتحدة. نسأل الله أن يزيدك من فضله وعلمه سعادة الأستاذ البروف، ولكم الصلاحية كاملة، فتفضل مأجورا مشكورا. تفضل دكتور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، شكرا لكم الأستاذ الكريم كالعجي، وبارك الله فيكم. وأحييكم جميعا السادة الباحثون و الحضور الكرام بتحية إسلامية، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارك في هذه الندوة المباركة بإذن الله تعالى، التي تنظمها منصة ريد برعاية أكاديمية تطوير التعليم بأمريكا بعنوان الذكاء الاصطناعي وتحديات التعليم عن بعد. وأشكر القائمين بأمر المنصة وعلى رأسهم مؤسسها سعادة الدكتور سيف السويدي وجميع المسؤولين، كما أشكر اللجنة المنظمة لهذه الندوة وعلى رأسها الأستاذة الدكتورة هند، وكذلك الأستاذة الدكتورة ندى محمد فؤاد على تنظيم هذه الندوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. وعنوان مداخلتي هو المنصات الرقمية ودورها في تطوير مهارات القرن 21 لدى الباحثين والكوادر العلمية وطلبة الدراسات العليا، منصة أريد أنموذجا. وهذه الورقة تسعى إلى دراسة ماهية الجهود التي تبذلها منصة أريد تجاه الباحثين والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا وغيرهم من الطلاب بالجامعات في تنمية مهاراتهم حسب متطلبات مهارات القرن 21. أولا، دعونا نقف على ما مهارات القرن 21 لدى الباحثين والكوادر العلمية وطلبة الدراسات العليا. أولا، ما المقصود بمهارات القرن 21؟ طبعا هناك مجموعة من التعريفات التي تحاول أن تسلط الضوء على المقصود بمهارات القرن 21، لكن من أهم هذه التعريفات منها أن مهارات القرن 21 يقصد بها مجموعة من المهارات التي يحتاجها العاملون في مختلف بيئات العمل ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين بل ومبدعين، إلى جانب إتقانهم المحتوى المعرفي والالتزام لتحقيق النجاح تماشيا مع المتطلبات التنموية والاقتصادية للقرن 21. وبعض الباحثين يقولون بأن المهارات هذه المقصود بها هي المهارات التي تمكن المتعلم من التعامل والتفاعل مع تطورات الحياة في هذا القرن 21، مثل مهارات التفكير بأنماطها المتعددة
وتحمل المسؤولية والقدرة على حل المشكلات وتكيف مع المتغيرات ومهارات تنمي القيم والاتجاهات وأوجه التقدير. باختصار يمكن أن نقول أيضا أن هذه المهارات هي التمكن من أداء مهمة بكيفية محددة ودقة متناهية وسرعة في التنفيذ. إذا وبعض العلماء قسموا هذه المهارات إلى 3 مجموعات. قالوا المجموعة الأولى هي مهارات التعلم والإبداع، ويقصدون بذلك التفكير الناقد وحل المشكلات والاتصال والتشارك والإبداع. والمجموعة الثانية مهارات الثقافة الرقمية، وهي الثقافة المعلوماتية والثقافة الإعلانية والثقافة تقنية المعلومات والاتصال التي يحتاجها الإنسان. والمجموعة الأخرى مهارات الحياة والعمل، وتشمل ذلك المرونة والتكيف والمبادرة والتوجيه الذاتي والتفاعل الاجتماعي والتفاعل متعدد الثقافات والإنتاجية والمساءلة والقيادة والمسؤولية. إذا هذه مجموعة من المهارات التي يحتاجها الإنسان في عصرنا الحالي حتى يتواكب مع هذا العصر. وباختصار كما ذهب إلى بعض العلماء والباحثين أن هذه المهارات التي يحتاجها الإنسان في القرن 21 يمكن أن نجعلها في التاءات الرباعية. التاء الرباعية ما المقصود بذلك؟ التفكير النقدي. الإنسان يكون لديه تفكير نقدي، ومن خلال التفكير النقدي يستطيع أن يقيم الشيء ليدرك قيمته وينقد هذا الشيء ليعرف قيمته وما له من الإيجابيات والسلبيات. كذلك التفكير الإبداعي، فهو يستطيع أن يفكر كيف يبدع، ليس أن يؤدي أداء ما فقط، بل يستطيع أن يرفع مستواه إلى التفكير الإبداعي وليس التقليدي، بل يحاول كيف يدرب نفسه على ماذا؟ على التفكير الإبداعي. كذلك التواصل، وقد ثبت من التجارب أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في حياته حياة ناجحة بدون التواصل مع الآخرين، لأن هذا يتناسب مع طبيعته. كذلك التعاون، كذلك المهارات التي تتعلق بالتعاون لابد الإنسان أن يكتسبها، لابد أن يدرب نفسها على ذلك. وسنكتشف بعد قليل بإذن الله تعالى كيف حاولت منصة أريد، كيف هي حاولت أن تطبق هذه المهارات، وكيف تحاول أن تكسب هذه المهارات للأعضاء هذه المنصة. طيب لديك من الوقت، وهناك تجارب وهناك مؤتمرات وهناك الدراسات وهناك بحوث قد كتبت وبحثت لماذا؟ فيما يتعلق بهذه المهارات، في شرعها، في توسيع في توسيعها، وفي ماذا؟ وفي وضع استراتيجيات التي تساعد في ماذا؟ في تطبيق هذه المهارات التي ذكرتها. وهناك طبعا هناك بعض المؤتمرات وهناك بعض الدراسات وهناك بعض التقارير التي صدرت من اليونسكو والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. طيب أنتقل إلى لأجل الوقت أنتقل إلى الجزء الثاني في الورقة. ماهية المنصات الرقمية وأنماطها؟ المنصات الرقمية أيها الإخوة والأخوات والأساتذة الأجلاء، هذه المنصات الرقمية التي تسمى باللغة الإنجليزية Digital Platform Platforms. هذه المنصات الرقمية وهي نموذج أعمال قائم على استخدام تكنولوجيا سهل الاستخدام، يسهل تبادل المعلومات والبضائع والخدمات بين الأطراف المختلفة، ويسمح بالتواصل الإلكتروني بين العديد من الأشخاص. هذه المنصات توفر البنية التحتية والقواعد اللازمة لتسهيل التعاملات بين المجموعتين، ويمكن أن تتخذ أشكالا عديدة. يمكن أن تكون منتجات
ويمكن أن تكون أماكن تقدم خدمات على غير مراكز التسوق أو موقع الويب. طيب، هناك أنواع من المنصات الرقمية. لأجل الوقت لا أستطيع أن أفصل هذه الأنواع من المنصات، ولكن أشير سريعا إلى أنواع وأنماط لهذه المنصات الرقمية. منها منصات التواصل الاجتماعي التي نعرفها جميعا ونستخدمها، فيسبوك التي تستخدم نموذج العمل الإعلاني، ومنها منصات مخازن التطبيقات مثل جوجل بلاي التي تستخدم نموذج العمل التجاري الرقمي، ومنها منصات مشاركة الوسائط مثل يوتيوب التي تستخدم نموذج عمل الاشتراك. المنصات منها المنصات الخدمية التي تعتمد على خدمات التوصيل وتستخدم نموذج عمل الدفع حسب الاستخدام مثل اوبر او مثلا او جراب وما اشبه ذلك. منها منصات التسوق مثل امازون التي تعتمد على اعمال التجاره الالكترونيه، ومن المنصات التعليميه التي تستخدم نموذج الاعمال التعليميه مثل ال ام اس وكذلك كانفاس. وكذلك هناك ايضا انواع اخرى وهي المنصات البحثيه. وهذه المنصات هي الاخيره التي اشير اليها التي تستخدم نموذج الاعمال البحثيه مثل منصتنا أريد وسكوبوس وجوجل سكولارز وغير ذلك من المنصات البحثية. ولذلك من هنا سأنتقل الآن سريعا إلى المنصات التعليمية ومنصات التعليم الإلكترونية. وطبعا يشير إلى الأنظمة المتاحة عبر الإنترنت التي تسهل تقديم المحتوى التعليمي، تتيح المحتوى التعليمي والتفاعل بين المعلمين والمتعلمين في بيئة افتراضية. طبعا هناك أنواع من المنصات التعليمية، منها منصات نظم إدارة التعلم LMS مثل منصة مودل وكانفاس، وهناك منصات الدورات الضخمة المفتوحة عبر الإنترنت مثل منصة موكس، وكذلك منصات التعلم الافتراضي و منصات التعلم الافتراضية كذلك، والمنصات التعليمية التفاعلية مثل منصات كاهوت وكذلك كويزيز، وأخيرا منصات التدريب عبر الإنترنت للموظفين. وهنا التفاصيل عن هذه المنصات نوعا ما، ولكن الوقت لا تسمح لنا أن نذكر هذه التفاصيل، وأنتقل مباشرة إلى الجزء الأخير في هذه الورقة، ألا وهو يتعلق بدور منصة أريد الدولية في تطوير مهارات القرن 21 لدى الباحثين والكوادر العلمية وطلبة الدراسات العليا. السؤال هنا، ما واقع الباحث الناطق باللغة العربية قبل إنشاء منصة أريد الدولية؟ أريد أن أشير سريعا، قبل إنشاء هذه المنصة منصة أريد الدولية، قبل إنشائها ما واقع الباحثين الناطقين باللغة العربية قبل إنشائها؟ أولا، هؤلاء الباحثون الناطقون بالعربية يواجهون ويعانون من المشكلات العديدة، منها تهميش واضح في مجال النشر العلمي في المؤسسات العلمية الأجنبية. لماذا؟ لأن هذه المؤسسات الأجنبية لا تسمح بالناطقين والكاتبين والمؤلفين الناطقين باللغة العربية، ليس له مجال عند هذه المؤسسات العلمية، بل يكون لا نحن نتعامل مع اللغة الإنجليزية فقط، أو مع اللغة الفرنسية وغير ذلك من اللغات، ويقولون لا، وأنظمتنا لا تتعامل مع اللغة العربية. هذه من ناحية، ويعانون أيضا من صعوبة بالغة في تحقيق تميز ملموس في المؤسسات العلمية الرصينة، على الرغم ماذا من تفوق هذا الباحث فعلا بسبب لغة أبحاثه ومؤلفاته ومعظم مصادره ومراجعه وبقية المؤلفات والدوريات العربية لا يعتد بها في المؤسسات العلمية الأجنبية التي تمنح موافقة النشر وتهيمن على مؤشرات تقويم المجلات الدولية المحكمة. هذه من المشاكل
وتحديات التي يعاني منها الباحثون الناطقون باللغة العربية، ومنها أيضا عدم وجود تصنيف للباحثين واعتماد مصادرهم وصفها مصادر لها اعتبار في البحوث، وعدم وجود منصة عربية في العالم العربي توفر رقما تعريفيا أيدي وخدمات للباحثين واستضافة للملفات الأكاديمية، ويعانون أيضا من صعوبة التواصل العلمي مع العلماء والخبراء والمتخصصين في البحث العلمي لعدم وجود مجتمع خاص بالباحثين الناطقين بالعربية، وصعوبة النشر في المجلات العالمية ذات التصنيف العالي. أخيرا، عدم إحاطة الباحث العربي بأصول النشر الأكاديمي، وعدم وجود التدريب الكافي لفهم الأدوات الحديثة والمفاهيم المعتمدة في معايير النشر العلمي. بناء على هذه التحديات والمشكلات التي يواجهها الناطقون باللغة العربية، جاءت الإجابة من المؤسسين لهذه المنصة المباركة، منصة أريد، فجاءت الإجابة بأن جاءتكم الحلول بعون الله سبحانه وتعالى، وهي منصة نسميها بمنصة أريد الدولية. هذه المنصة كيف أنشئت؟ هي منصة علمية غير ربحية مسجلة رسميا في بريطانيا وماليزيا وتركيا، مخصصة للباحثين الناطقين باللغة العربية في المجالات المختلفة، تتيح لهم توثيق مسيرتهم المهنية والأكاديمية بطريقة سهلة وآمنة ومدروسة. قد انطلقت بعون الله سبحانه وتعالى من دولة ماليزيا عام 2016، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وقد أقمنا حفلا كبيرة قبل الأسبوع تقريبا، لماذا؟ للحفل بخصوص إنشاء هذه المنصة في عامها، منذ عامها التاسع. والهدف العام للمنصة، إذا يمكن أن نذكر في الهدف العام، أن جمع الباحثين الناطقين بالعربية في دائرة علمية واحدة، وإسناد رقمي معارف لكل باحث، مع عمل نظامي تصنيفي لكل باحث ومؤسسة أكاديمية على غرار التصانيف العالمية المعتمدة. الفئة المستهدفة، يستهدف مشروع أريد كل من الأساتذة والأكاديميين والعلماء والأطباء والمهندسين والخبراء والمساهمين والباحثين والطلبة في كافة المراحل والتخصصات، وجميعهم يمكنه التسجيل في الموقع في منصة أريد واستخدام خدمات أريد مجانا ولله الحمد. هذه بعض الحقائق سريعا. عدد الجامعات التي تم تصنيفها في المنصة هي تقريبا 17669 جامعة، الله أكبر. وعدد الدول الأعضاء في هذه المنصة 105 دولة. عدد العلماء والخبراء والباحثين المسجلين في المنصة حتى الآن فهم أكثر من 118 ألف من الباحثين والعلماء من أنحاء العالم. عدد مراتب ذكر المنصة في مواقع الإنترنت 739 ألف. عدد أفراد فريق العمل الحالي 83 من العاملين في المنصة، المؤسس والرئيس التنفيذي وهو الدكتور فاضل سيف السويدي من العراق. وعدد الندوات للتعريف في المنصة تقريبا 154 ندوة. وعدد الاتفاقيات مع الجامعات العربية تقريبا 96 اتفاقية. واستعراض نتائج الدراسة منصة أريد بعد 6 سنوات من تأسيسها من 2016 إلى 2022. للمنصة ولله الحمد نتائج كبيرة جدا، وهناك دراسات قد أجريت بعد ذلك. أريد أن أشير سريعا إلى الخدمات العامة بالمنصة. ما هي الخدمات التي تقدمها المنصة؟ منها تنظيم المحافل الدولية، تنظيم المؤتمرات والندوات، إصدار المجلات العلمية، وتنظيم ورشة عمل متنوعة، تنظيم الملتقيات الإقليمية والدولية، مسابقات علمية، الأوسمة والميداليات والشهادات في منصة أريد، إصدارات منصة أريد، معامل توصيل، جوائز لأفضل المدونات، الأوسمة الدولية، المعارض الدولية، والتدقيق اللغوي
والترجمة وغير ذلك، والمواقع الإلكترونية والأقسام في هذه المحتويات في مواقع إلكترونية للمنصة. طيب، أبرز الأشكال الأكاديمية والبحثية المتاحة في المنصة، إن شاء الله الآن على وشك الانتهاء، هناك مجموعة من الأنشطة الأكاديمية والبحثية التي تتيحها المنصة لتسهم بها المنصة في تطوير مهارات الباحثين والطلاب وكذلك العلماء. منها مشاركة بمؤتمر ومحكم في مجلة ونشر بمجلة وتأليف كتاب، وكذلك مشاركة بدورة يمكن الإنسان أن يقدم بها، تقديم الدورة، ومنظم المؤتمر يمكن أن يسهم في تنظيم المؤتمرات، المشاركة بتنظيم ندوات، الإشراف العلمي، وكذلك عضو في اللجان العلمية، تقييم ورش عمل، المشاركة بمسابقات، تجميع البيانات، نشاط إعلامي، وغير ذلك من الأنشطة التي تتيحها منصة أريد. هذه من الصور للمحافل العلمي الدولي. من الأشياء التي تشملها المحافل مؤتمرات علمية، دورات تدريبية، ورش عمل، معرض الاختراعات والابتكارات العلمية، إمكانيات المشاركة عبر الإنترنت لأعضاء منصة أريد، ثم نشر الأبحاث المقبولة في مجلات علمية. وهذا نظام عليم للتعليم الإلكتروني، وفي هذا النظام عليم برامج عديدة مثلا في التدريب والتعليم وغير ذلك في المجالات المختلفة، في علم النفس، علم البيئة، العلوم السياسية، العلوم، اللغات ومهارات التواصل، العلوم الزراعية، الإعلام والصحافة، علوم الإدارة، الآداب والعلوم الإنسانية، الطب والصيدلة، وعلوم الصحة، والآداب والعلوم الإنسانية. والمنصة تدرب المتدربين في هذه المجالات، ونظام إدارة المؤتمرات العلمية أيضا. فلدينا في المنصة نظام الذي من خلاله يديرون إدارة المؤتمرات العلمية. لذلك بعض الإخوة يستغربون يكون كيف مؤسسة أريد تنظم مؤتمرات عديدة في آن واحد. نعم، خبرات الوريد هي التي تتيح لها الفرصة في مثل هذا. أحيانا هناك مؤتمرات يمكن تصل 7 أو 10 أحيانا في مثلا في أسبوع أو في من خلال أسبوع واحد. فالتقنيات الحديثة أيضا التي تستخدمها أريد تساعد في ذلك أيضا. المجلات العلمية، هناك 6 مجالات، المجلات العلمية، مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا، مجلة أريد الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلة أريد الدولية للدراسات الإعلامية وعلوم الاتصال، مجلة أريد الدولية للعلوم التربوية والنفسية، مجلة أريد الدولية لقياسات المعلومات والاتصال العلمي، ومجلة صدى أريد. إذا للباحثين وطلبة الدراسات العليا وغيرهم من الناطقين باللغة العربية أن ينشروا أبحاثهم في هذه المجلات العلمية. هناك مجاميع بحثية أيضا يمكن أن يشاركوا فيها، هناك ملتقيات، هناك مسابقات، وهناك أوسمة تتيحها توزعها المنصة لأعضاء الناشطين فيها. وهذه ماذا من أنواع الأوسمة الموجودة في منصة تريد: باحث ناشط، مشروع عالم، ناشط مميز أو مميز، وباحث مبدع، وباحث مبادر، باحث إعلامي، ناشط دولي، وغير ذلك من هذه. وهذه من الإصدارات للمنصة أريد: صناعة الهوية العلمية، وصناعة المنصات الرقمية لمؤسس هذه المنصة دكتور سيف، فقد ألف هذا المؤلف من خلال تجربته في إنشاء هذه المنصة. لدينا في منصة أريد مجلات علمية، وكذلك مؤلفات عديدة وموسوعات عديدة. هذه من الموسوعات: موسوعة منصة أريد للشخصيات التواصلية من العلماء والباحثين الخبراء، وهنا موسوعة النساء الباحثات المتميزات، موسوعة القيادات العلمية التواصلية، صناعة الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثين، وغير ذلك من المؤلفات. حتى في هنا نموذج الذكاء الاصطناعي ألفه مؤسس المنصة دكتور سيف يوسف السويدي، وكذلك الدكتور ماجد بن محمد الجهني. على وشك الانتهاء في المنصة أيضا المكتبة الرقمية،
وهناك كتب عديدة رقمية في المنصة يمكن لأعضاء أن يستفيدوا منها، وهناك مدونات أيضا للأعضاء، وهناك صفحات خاصة بالأعضاء يمكن أن يكتب فيها بعض مناسبه الأكاديمية وتجاربه وكذلك أبحاثه في صفحاته، وهناك استعدادات عديدة في المنصة. طيب أخيرا هنا أود أن أشير إلى من دور منصة أريد الدولية في تطوير مهارات الباحثين في القرن الواحد والعشرين. اختصارا منصة أريد تسهم في تطوير مهارات الباحثين في القرن الواحد والعشرين من خلال ماذا؟ إيجاد بيئة بحثية موائمة عن طريق قنوات عديدة إتاحت الفرصة لهم في نشر الدراسات العلمية ونتائج هذه العملية في المجلات المتخصصة الدولية التي أشرت إليها قبل قليل. إيجاد أرضية تعاونية وفرص للتفاعل وتبادل الخبرات والتجارب العملية في مجالاتهم المختلفة مع أقرانهم من العلماء والباحثين من بيئات مختلفة ومن مؤسسات مماثلة. المشاركة في الجماعات البحثية، تحرير ما لديهم من الأفكار البناءة من خلال مدوناتهم الشخصية، نشر كتبهم ومؤلفاتهم لإفادة الآخرين وفرصة لتزكية علومهم النافعة. هنا في منصة أريد ليست هناك من يقول لا أملك مثلا المال لنشر أبحاثي ولنشر مثلا كتبي التي أؤلفها أو إنتاجاتي، بل منصة تسهل على الباحثين والعلماء وكذلك الطلبة في نشر أبحاثهم وفي نشر كتبهم وفي نشر إنتاجاتهم العلمية والاجتماعات. أيضا يمكن المشاركة أيضا في الندوات وورش عمل والاجتماعات والمناقشات العلمية ثم نشر الفصول بالكتاب أو نشر الكتب. هذه نبذة مما تتيحها المنصة في ماذا؟ من الفرص للباحثين في القرن الواحد والعشرين. ودور منصة أريد في تطوير مهارات الكوادر العلمية أعضاء ماذا؟ الأكاديميين، الأعضاء الأكاديميين في الجامعات. والمنصة تتيح لهم إيجاد بيئة أكاديمية موائمة تساعدهم في تنمية مهاراتهم المتعددة، عقد وتقديم دورات علمية متخصصة في المجالات المختلفة، تقديم المحاضرات، المشاركة في تنظيم المؤتمرات والمحافل الدولية، المشاركة في إلقاء الكلمات والأوراق العلمية، الحصول على الأوسمة والألقاب الفخرية التي يستفيدون منها في الترقيات العلمية. هنا أريد أن أشير إلى أن هناك مجموعة من الباحثين، عدد كبير من الأعضاء الذين استفادوا من مشاركاتهم العلمية والبحثية والأكاديمية ونشراتهم وإنتاجاتهم العلمية في منصة أريد، فقد حصلوا بها على الترقيات العلمية في جامعاتهم، من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك، من أستاذ مشارك إلى أستاذ الدكتور. نعم، حتى أنا أعرف مجموعة من الباحثين والعلماء الذين استفادوا من هذه ماذا؟ من هذه المشاركات في منصة أريد. ومنصبي في جامعة المدينة العالمية أيضا بوصف أمين العام للترقيات الأكاديمية في الجامعة، لدي إلمام بأهمية هذه ماذا الخبرات والتجارب التي استفادوا منها بعض الأكاديميين في جامعتنا أو في جامعات أخرى من الجامعات التي أقوم لهم أو أقوم لبعض أعضاء هيئات التدريس لهم بعض الملفات لترقياتهم العلمية. أخيرا هنا أود أن تحليل النقطة الأخيرة، دور المنصة أريد في تسهيل مهارات طلبة الدراسات العليا، منها إيجاد بيئة تعليمية وبحثية موائمة لهم في المنصة، الحضور والمشاركات في المحاضرات يستفيدون منها، حضور ومشاركة في ورش علمية في مناهج البحث العلمي وإعداد الرسائل والأبحاث وطرق النشر في المجلات العلمية الدولية، تدريب على البرامج والتقنيات الحديثة، مواكبة الجديد في مجالات مختلفة، الإلمام بالمصطلحات الجديدة، التواصل مع أصحاب الخبرات والتجارب من صنوف المجالات من أنحاء العالم من العلماء والباحثين والخبراء، ثم النشر في المجلات العلمية المتخصصة في منصة أريد. والمدونات الشخصية أيضا يستفيدون منها، الجماعات البحثية، المحفل الدولي والمؤتمرات المتخصصة،
تدريب على تنظيم مشاركة في تنظيم وإلقاء الأوراق العلمية، الندوات وورش عمل، الاجتماعات والمناقشات العلمية، نشر الكتب أو الفصول في الكتاب، عقد وتقديم دورات علمية متخصصة في مجالات مختلفة. وهؤلاء الطلاب أيضا يستفيدون من فرص في تقديم المحاضرات والمشاركة في تنظيم المؤتمرات والمحافل الدولية، وهناك تدريب للطلبة والباحثين في كيفية تنظيم المؤتمرات والمحافل الدولية والمشاركة في إلقاء الكلمات والأوراق العلمية والحصول على الأوسمة أيضا والألقاب الفخرية المحفزة لهم في المزيد من المشاركات في الأنشطة العلمية والبحثية ونشر الإنتاجات العلمية من الأبحاث بصفحات الشخصية وتدمينهم تدمين هؤلاء الطلاب في موسوعات أريد من القيادات الشبابية الفعالة والنشر في المجلات العلمية المتخصصة، ثم الندوات وورش عمل والاجتماعات والمناقشات العلمية، أخيرا نشر الكتب والفصول أو النشر الفصول في الكتاب. هذه نبذة من ماذا؟ من استهامات منصة أريد في تطوير المهارات للقرن 21 للعلماء والباحثين والأكاديميين. والنقطة الأخيرة هنا هي التوصيات التي أود أن أقدمها بصورة معجزة. نظرا لما تتمتع بها المنصة من خبرات عديدة، يمكن إتاحة الفرص في البرامج الأكاديمية العديدة في الذكاء الاصطناعي وتدريب الباحثين الناتقين بالعربية فيها لما لها علاقة من متطلبات القرن الحادي والعشرين القرن الحادي والعشرين. دعوة منصة أريد إلى بذل المزيد من جهودها القيمة لتطوير الباحثين والأكاديميين والطلبة بالجامعات الناتقين بالعربية، وذلك بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية لتطوير مهارات هؤلاء الباحثين والأكاديميين والطلبة بالجامعات. ودعوة المنصة إلى مد المزيد من يد التعاون مع المؤسسات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي للاستفادة من الخبراء والعلماء والباحثين من أعضاء المنصة في إنتاج بعض أعمالهم ودراساته المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنتاج البرامج المناسبة في خدمة اللغة العربية والباحثين الناتقين بالعربية في العالم. أخيرا، تدريب الشباب بالباحثين وطلبة العلم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية ربطها بتخصصاتهم العديدة، والله تعالى أعلم. وشكرا لكم لحسن متابعتكم، وبارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد منصة أريد الدولية إنجازات والبركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم جميعا كذلك على تنظيم هذه الندوة العلمية وكذلك مشاركتكم في متابعتها منذ البداية إلى نهايتها، والله نسأل أن يبارك في الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير سعادة البروف داود عبد القادر على هذا الشرح الوافي والكافي، نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم. نعم أحبتنا الكرام، سنقوم أيضا بعرض فيديو توضيحي للراعي لهذه الندوة أكاديمية تطوير التعليم، واسمحوا لنا أن نشارك معكم هذا الفيديو. أكاديمية تطوير التعليم، أكاديميك إديوكيشن ديفلوبمنت. التأسيس: تأسست أكاديمية تطوير التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسلفانيا بسجل تجاري يحمل رقم 19032 لصاحبتها الأستاذة ندى مسوتي. رؤيتنا: التزام، إرادة، تصميم، أخلاق، قيم، وجيل قويم. الرسالة: شركة فريدة من نوعها في العالمين العربي والغربي، تبني المجتمع بكافة أفراده أخلاقيا وقيميا وعلميا وعمليا ليغدو ناجحا ومتفوقا في ميادين الحياة. الأهداف: إعداد وتأسيس جيل قويم مبنيا على أسس صحيحة بحيث يرتقي أعلى المراتب في الدارين أخلاقيا وقيميا وعلميا،
وضع أولى لبنة هذا الأساس من خلال تزويده بمنهج خاص علمي وعملي. تدريب الجيل على هذا المنهج منذ بداية النشأة إلى أن يصبح قادرا على توجيه مساره نحو الطريق الصحيح، تزويده بمهارات حياتية عملية ليصبح قادرا على وضع بصمته الصحيحة التي خلقه الله لأجلها وميزه بها عن باقي المخلوقات. امتيازات الأكاديمية: شهادة عالمية معتمدة دوليا وموثقة بختم الأكاديمية وتوقيع الأستاذة ندى محمد فؤاد مسوتي، وتكون الشهادة إلكترونية. الحصول على شهادة ثانوية خلال عام دراسي تؤهل الخريجات من دخول الجامعة وإتمام مسيرتهم التعليمية عبر نظام التعليم عن بعد. كما أن الأكاديمية تتميز بباقة دورات وبرامج تعليمية متنوعة، تتصدرها دورات اللغة العربية وتسهيل المعلمات. وتنقسم دورات الأكاديمية إلى نوعين: دورات مجانية وأخرى مأجورة. الدورات المجانية: السيرة النبوية، الفقه، التفسير، شرح متن الجزرية، التجويد والتلاوة للكبار، التلاوة والحفظ للأطفال، الإجازة لمتقنات التجويد، مهارات فنية، الحديث الشريف، وفيه رياض الصالحين والأربعون النووية. الدورات المأجورة: برامج دورات اللغة العربية من القرآن الكريم، جوهر الكلام في سر الضاد، جوهر البلاغة في القرآن الكريم، تحفة الأطفال للجمزوري، الجوهرة على القاعدة النورانية لتأهيل المعلمات، الجوهرة على القاعدة النورانية لتعليم الأطفال الغير الناطقين بها. برامج دورات اللغة الإنجليزية، وهي بمستويين: المستوى الأول خطوة بخطوة لتعلم اللغة الإنجليزية، المستوى الثاني تحدث الإنجليزية بطلاقة. برنامج دورة استراتيجيات حفظ القرآن الكريم، برامج تربوية وتنموية، برنامج دورة الخط العربي، برنامج اللغة الفرنسية، برامج تعلم الكمبيوتر، برنامج دورة الرسم. ولأن دوراتنا وبرامجنا تتحدث وتزداد باستمرار، تابعونا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتتواصلوا بكل ما هو جديد. أكاديمية تطوير التعليم، Academic Education Development، نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. نعم، نسأل الله النجاح لنا ولكم في الدارين، بارك الله فيكم. أحبتنا الكرام، حضورنا الكريم، نفتح الآن باب المناقشة والاستفسارات لمن أحب أن يطرح سؤالا أو استفسارا أو يشارك معنا في هذه الندوة. من أحب المشاركة فليرفع أداة اليد ويوجز في سؤاله واستفساره لو سمحت، بارك الله فيكم. نعم، معنا المداخلة الأولى، نورهان، تفضلوا. نورة الشمل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله، تفضلي. أبغى أسأل بخصوص الرابط اللي أرسلتوه فيه رابط الشهادة، لما دخلته يعني هل لازم أدفع الرابط؟ يعني الدورة مش مجانية؟ نعم، الآن إن شاء الله سنشرح طريقة الحصول على الشهادة، بارك الله فيكم. شكرا لك. شكرا. معنا مداخلة أخرى من الأستاذ نبيل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله، تفضل. أولا أحب نشكر المتداخلين بعد هذه الندوة العلمية القيمة المليئة بالأفكار الذكاء الاصطناعي اللي كان هضروا عليه. أنا من المغرب، أنا نبيل المتوكل العلمي من المغرب، وعجبني زعما عجبت بالمداخلات ديال الأساتذة الكبار في مجال الذكاء الاصطناعي وتعليم اللغات خصوصا. أنا عندي استفسار، كان أول هو على طريق الشهادة واللينك اللي أرسلته على الشات، ولكن أنا عندي موضوع آخر بغيت نهضر
نتكلم عليه مع الأشقاء في العالم العربي، وخصوصا المنصة ديال الذكاء الاصطناعي. أنا بشتغل على تعليم اللغة العربية خصوصا للتلاميذ الصغار، وأود أن أدرج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية، وأود أن أتواصل مع المنصة لكي نطور برامج. أنا أخصائي في الذكاء الاصطناعي ومهندس معلوماتي، وأحضر دكتوراه في هذا المجال، وأريد أن أتواصل مع المنصة لتطوير برامج لتعليم اللغة العربية خصوصا للعرب المقيمين بالخارج. نعم، بارك الله فيك. ودي فكرة أو حاولت أود الإجابة عليها صراحة. شكرا جزيلا. شكرا شكرا أستاذ نبيل، بارك الله فيك. نعم، معنا مداخلة أخرى، الأستاذ معاوية أحمد حسين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. وعليكم السلام. أولا نشكر لمنصة أريد يعني هذه الندوة التي جاءت في وقتها، وهنالك تحول كبير نحو الذكاء الاصطناعي في كل يعني مناحي الحياة، استخدامه في كل مناحي الحياة وفي كل متطلبات الحياة والخدمات، حتى الخدمات اليومية. لكن بالنسبة للتعليم، والسؤال موجه لكل الأوراق العلمية، بمعنى لكل المتحدثين، ألا يتفقوا معي أن الذكاء الاصطناعي يقلل من اكتساب مهارة التفكير النقدي، بحيث أنه هنالك قوالب كثيرة جاهزة في الذكاء الاصطناعي ولا تساعد على التفكير النقدي أو الطرح النقدي لطلابنا، بالذات منذ نعومة أظفارهم؟ وشكرا جزيلا لكل المتحدثين في هذه الندوة. شكرا، بارك الله بك أستاذ معاوية. نعم، بالنسبة للأستاذ نبيل الذي سأل سؤاله، فقد تم وضع رقم هاتف في الشات يستطيع التواصل معه، وهو موجود الآن في الشات. نعم، معنا أيضا مداخلة من الأخت زينب، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، حياكم الله. تحية للجميع، حياكم وبياكم. تحية لكل القائمين والسائرين على هذه المنصة، صراحة هي رقمية وأيضا تجمعنا في عدد رقمي هائل، والحمد لله رب العالمين. وهذا كله راجع إلى تحطش الأفراد العربية صراحة إلى مثل هذه الملتقيات وهذه اللقاءات. فأجاز الله كل خير الدكتور سيف لما يبذله من جهد هو وكوادر المنصة. معكم الدكتورة زينب قرواني من المغرب، وأيضا سعيدة جدا بهذا الـ يعني بهذا الـ بهذا المجال الذي أصبح الآن، أصبح اليوم كضجة صراحة في العالم العربي، الذكاء الاصطناعي. هل المجتمع العربي مع هذا الذكاء الاصطناعي؟ وما وهل فعلا نستطيع أن نواكب هذا الذكاء الاصطناعي الذي له، هناك من يقول بأن لديه سلبيات أكثر من الإيجابيات، وهناك من يحبذه وبالتالي يقول بأن إيجابياته أكثر من سلبياته، بالرغم من أننا نقول ربما نحن لا أتحدث صراحة بالعامية، ولكن هل فعلا نحن كمجتمع عربي دائما نستفيد مما يكون مما هو إيجابي، أو يعمل المجتمع الغربي على تطويره والاستفادة منه بشكل إيجابي، في حين أن المجتمع العربي ربما يسير كما سارت بقية مثلا مثل الإنترنت وغيرها من الإيجابيات التي يتم استعمالها بالشكل الإيجابي والجيد في المجتمع الغربي، في حين مثلا نحن المجتمع العربي دائما نسير فيما لا تشتهيه الرياح، وبالتالي تكون له سلبيات على سواء على الشباب أو على الأطفال أو غيرها، أو حتى على المرأة.
إذا هنا نقول بأن كما جاءت في توصيات الأخت فاطمة صراحة، وقد أعجبتني التوصيات التي طرحتها سواء من خلال المواكبة أو تمكين الكوادر. فحينما نقول تمكين الكوادر، وهي نحن في هل يمكن لنا أن نستعين بهذا الذكاء الاصطناعي حتى يعود علينا بالنفع الكبير، سواء على مستوى الإدارات أو سواء على جميع المجالات، سواء الاقتصادية، السياسية، أيضا البيئية، أيضا الثقافية. وحينما نقول الذكاء الاصطناعي، فهل فعلا المجتمع العربي سيحافظ على ثقافته، على هويته، حتى لا تذوب تلك الثقافة العربية الحقة بالثقافة الغربية؟ أيضا هناك الفكرة التي طرحتها أو التوصية الأخيرة، وهي تعزيز العربية من خلال دعم أبحاث تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، وخاصة أن كل يعني هذه البرامج كلها نجدها إما باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية. يعني دائما يبقى المصدر هو صاحب السلطة، صاحب الملكة، وبالتالي ربما أيضا حتى مبدأ اللغة العربية إذا ما تم تمكينه بالذكاء الاصطناعي، فإننا سنسير بالتالي هذه ال لا أقول لا أقول موجة كما لا أقول موجة ولكنها موجة بتلك الطبقات العليا والمتوسطة. وأتمنى إن شاء الله من المجتمع العربي أن تسير على هذا المنحى، ولكن بما يعود علينا بالنفع وأيضا بتعزيز اللغة العربية في باقي المنصات. أحيي الأخ نبيل وهو مهندس، وأقول ربما إذا تحدث الأخ نبيل بالفرنسية أو بلغة أخرى فإن ستجدونه يعني بأنه لأن الهندسة لدينا في المجتمع، يعني في المجتمع المغربي، كل المناهج باللغة الفرنسية، وبالتالي تجد لغته بالفرنسية متقنة كثيرا أو لغته الإنجليزية. وأتمنى أن تؤخذ صراحة مبادرته بكل جدية، حتى أيضا لا نعمل على تضييع مثل هذه الفرصة، وبالتالي تطوير هذا المجال من خلال متخصصين. شكرا لكم، شكرا لسعة صدركم، وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم، حياكم الله. نعم طبعا، منصة أريد سباقة لجميع الأعمال والتواصل مع جميع المختصين في أي مجال نستطيع التواصل معهم فيه. نعم أحبتنا الكرام، بارك الله فيكم، وكلمتنا الختامية نتركها لسعادة الدكتورة ندى محمد فؤاد سوتي، فلتتفضل مشكورة مأجورة. تفضلي دكتورة، الكلمة الختامية لحضرتك. الله يبارك فيكم، حياكم الله وجزاكم الله عنا خيرا، وكلنا امتنان وشكر لمن كان لنا عونا وسندا، ولمن قدم لنا هذه المحاضرة القيمة وهذا اللقاء المتميز، ودعم هذه المسيرة مؤيدا ومسددا. نرفع آيات التقدير والشكر لجميع الحضور الكريم ولجميع زملائنا الأساتذة المحاضرين، وأيضا لمنصة أريد والقائمين عليها، وخاصة الدكتور سيف السويدي جزاه الله عنا خيرا، والدكتور أيضا عدنان قلعجي بارك الله فيه على التنسيق، والدكتورة هند حسين والدكتورة مريم الله يبارك فيهم جميعا. وأشكر بدوري أيضا جميع الذين قاموا بالمحاضرة هذه القيمة، الدكتور داوود عبد القادر، والدكتورة فيرة جعفر، والدكتور سعد أبو علوان، والمهندسة فاطمة، وجميع القائمين على هذا اللقاء المتميز. طبعا نحن في عالم هذا التعليم الافتراضي تتقاطع التحديات مع الفرص، وتتشابك الصعوبات مع الإمكانيات، ونحن بين جودة التعليم وضياع الجودة تجتاحنا هذه التحديات، وبين جفة التواصل وشباك التواصل الافتراضي تتحد الأصوات لتتحاور وتتبادل الأفكار حتى تتراكم في بحر من التعليم الافتراضي. فنسأل الله سبحانه وتعالى
أن يكون هذا اللقاء لقاء متميزا فيه النفع والفائدة، ونسأل الله أن يبارك بجميع الجهود وأن يكون لقاءات قادمة متميزة كهذه، وإنه سميع قريب مجيب الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير سعادة الدكتورة ندى، ونسأل الله أن تكون هذه الندوة في ميزان حسناتكم. طبعا فقط للتنبيه أستاذ نبيل، لو تكرمت تضع رقم هاتفك في الشات لكي يتواصل معك الإخوة في الإدارة حتى إن شاء الله نطلع على الأمور ونتناقش معك فيها. بارك الله فيك. نعم أحبتنا الكرام، جزاكم الله كل خير، وباسمكم نشكر جميع القائمين على هذه الندوة، ونخص منهم بالذكر سعادة الدكتور سيف السويدي الرئيس الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة أريد، وكذلك باسمكم نشكر الدكتورة ندى مسوتي رئيس مؤسسة أكاديمية تطوير التعليم، وأيضا كل الشكر موصول لسعادة الأستاذ الدكتور أو الدكتور سعد مأمون أبو علوان، وكذلك الدكتورة فيرا أندرياني جعفر، وباسمكم أيضا نشكر الدكتورة فاطمة ملحم، وأيضا مسك الختام الدكتور داود عبد القادر إلغيا. نعم أحبتنا الكرام، وصلنا معكم إلى طريقة شرح الحصول على الشهادة لهذه الندوة، واسمحوا لنا أحبتنا أن نقوم بمشاركة الشاشة معكم لشرح طريقة الحصول عليها، وقد تم وضع رابط الشهادة والحضور في الشات، وسنكرره أيضا مرة أخرى. نعم أحبتنا الكرام، أقوم بمشاركة الشاشة معكم لشرح طريقة الحصول على الشهادة بطريقة سريعة، فقد تم وضع الشهادة في الشات، وبمجرد الدخول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة والدخول على نظام عليم، ومن ثم المحاضرات القادمة، بعدها ننتقل إلى جميع إلى أقسام المحاضرات، وستجدون جميع المحاضرات التي قدمت وستقدم إن شاء الله. نختار منها الندوة التي نحن بصددها، الذكاء الاصطناعي وتحديات التعليم عن بعد، ونقوم بعدها بالتسجيل، ومن ثم الضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. هذه بالنسبة للغة العربية، وكذلك هذه بالنسبة للغة الإنجليزية، فبمجرد الضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية سوف يقوم باقتطاع مبلغ رمزي فقط لإدامة المنصة، وقدره 10 دولار، ولمن كان يمتلك العضوية الاحترافية يستطيع تحميل الشهادة مجانا. أيضا أحبتنا الكرام، عند طريقة التعبئة الرصيد يوجد في أعلى الشاشة علامة الزائد، نضغط عليها وستجدون جميع الطرق لتعبئة الرصيد. طبعا تظهر لحضراتكم الشهادة بالصورة التي تظهر أمامكم الآن، هذه بالنسبة للغة الإنجليزية، وكذلك عفوا اللغة العربية، وهذه بالنسبة للغة الإنجليزية. أيضا أحبتنا الكرام، تم أو سننشر غدا بإذن الله رابط التسجيل لهذه الندوة المباركة على موقع المنصة على اليوتيوب الذي يظهر أمامكم. هذا هو موقع المنصة، وتجدون أيضا فيه جميع التسجيلات للمحاضرات التي قدمت. نعم أحبتنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الندوة، ونسأل الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم. نعم نختم هذه الندوة بكفارة المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولنا بإذن الله لقاءات تتجدد. فبارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.